السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالحضور. أهلا أستاذة سكينة، مرحبا مرحبا بالجميع اللي حاضرين معنا. مرحبا بالأستاذة حنان، شرفتنا أهلا وسهلا، بوجودك أهلا، جدا. هذا شرف لي وهذا الجروب، يعني خصنا نشوفوهم كيف جوزوا هذه المدة، وهذا أكيد نهار ماشي سهل بالنسبة لهذا الفوز، يعني كمل الدورة ديالو واجتاز بنجاح إن شاء الله في حول الله، دونك سافي بليزير. بالضبط. أكيد أستاذة أستاذة حنان، حنان. أستاذتي أوكي، فتيحة تفضلي ديري المشاري. دونك ضروري ما نرحبوا بالعائلة الأنزان، عائلة أنزان ديالنا، الأصدقاء ديال الأكاديمية، وبيان سور نرحبوا بالناس اللي أول مرة كيلتحقوا بينا، أول مرة كيتعرفوا علينا، دونك مرحبا بكم جميعا في هذا الحفل اللي غنديروا في اختتام الدورة الثامنة لتكوين مربيات التعليم الأولي. مرحبا بالأخوات اللي دايرين معنا الكاميرا، سادة ربيعة وسادة شيماء، كاينة وسادة زينب، دونك مرحبا بالجميع. نتمنى إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا واحد التكوين اللي هو كي يوصل المتطلبات ديالكم والتطلعات ديالكم في هذا التكوين. إن شاء الله احنا غنشوفوا إذا كان عندكم مثلا أي إضافات أو لأي حاجة، إن شاء الله احنا غنشوفها معكم. دونك مرحبا بالجميع. أستاذة سكينة، نبداو ولا نتسناو شوية على ما يلتحقوا الإخوان؟ نشوفوا شي لوفي لا نبداو مان، نشوفوا التدخل تاع لي لوفي لا مان، شوفوهم. واخا كنظن استاذه نوال كان دارت لوفي لا مان، ما عرفتش واش عندها شي تدخل. أستاذة نوال عندك شي تدخل؟ ما عرفش عندها اكتيفي لو ميكرو ولا لا. ما أستاذة عرفتش. نوال ما عندهاش لو فوالا، ما كرهناش استاذة فتيحة، كنظن دابا راه تقريبا واحد 10 دقائق، باش كنظن الصوت ما عندش المربيات. غادي ندير لهم واحد سكرين باش نديرو ليهم. استاذة فتيحة عفاك، الا تقدري تشوفي تدخل ديال المربيات على ما درت لهم شي سكرين ديال هذا باش إن يقدروا شاء الله ياكسيفيو لو ميكرو. إن شاء الله. دونك الناس اللي ما عندهمش الأوديو، ممكن الأستاذة فوالا نعطيهم كل كلمة الأستاذة حنان تبدأ لنا واخا هذا اللقاء هذا. انا كنشوف فيكم حيت اسمي كتكون انت وسكينه، عرفتي كتسالي ومعايا تبارك الله لا عليكم مسح. بالحضور لا ديالكم. مسح. استاذ عرفتي زعما حنان انت ملي كتحضري انا صعبه. كنبغي، لا زعما دابا انا كنقول تبارك الله باش كنستافد منكم على داك الرزان اللي عطاكم النهار. انا غتجبرني شويه لقيتي ونسبت التوحد ما ودوزتي تدخلتيش. من سياره لا من دابا هذا. اليوم، لا اليوم استاذة حنان تبارك غادي الله. نهضروش على التوحد، غنهضروا على الفرحة اللي عندنا، الفرحة اللي فرحنا مع هاد الأخوات اللي كملوا هاد التكوين ديالهم بواحد النجاح. الأخوات اللي كانوا ملتزمين معانا في الحضور ديالهم كنشكرهم واحد جزيل الشكر. أنا بالنسبة ليا الناس اللي كيحضروا معانا، تيأكتيفيو معانا الكاميرات، كيشاركوا معانا في أي حاجة، فريمون كنشكرهم. وحنا فرحانين ليكم بزاف بزاف عاد صراحة، ليكيب كلها، ليكيب أنزان، الناس اللي خدامين في كل شيء. حنا مي كنسالي واحد المجموعة ولا واحد، فريمون تنفرحوا وكنتمنى وان شاء الله تكون واحد الانطلاقة ديالكم جديدة من مور هذا التكوين هذا. دونك نتمنى لكم كل خير، ونعطي الكلمة للأستاذة حنان اوكي تقولنا واحد كلمة ولو بسيطة إن شاء الله باش نكملوا اللقاء ديالنا. دونك مساء الخير عليكم جميعا. انا ما غنسميكمش مربيات بقدر ما غنسميكم مناضلات، البطلات المناضلات، لان فريمون بحال اللي قالت الاستاذه فاتحه، ملي كتشوف واحد المجموعه ديال الناس، يعني سواء كيكونوا رجال او نساء، واغلبيه كيكونوا نساء، ولكن واخا كيكون غير جوج ديال الرجال، حنا ما غنقولوش غير النساء كيكونوا، يعني كيفكروا ولا كيقروا باش يبدلوا المسار ديال الحياه ديالهم. يعني شحال من واحده انقطعت على الدراسه، شحال من واحده زوجت وولدت جوج وليدات وكبروا لهذيك الوليدات وقالت ارا نود ندير شي حاجه، شحال من واحده عاد قالت اي بوكوا با. دونك هذا واحد النضال في الحياه،
ماشي بسهل وبطريقة اللي هي جديدة، اللي هي بطريقة يعني متطورة، بواحد الأسلوب اللي هو متطور، ماشي السبورة والستيلو والورقة وكلاكلاك. راه كاين اللي كيعرف يخدم داك زوم، كاين اللي ما كيعرفش، اي بورتون كاين واحد القتال، كاين اللي ما عندوش داك الوقت الليل، سوا الزوج سوا الأسرة سوا الوليدات، ولكن كيتقاتلوا كتحضروا في داك 8:30. انا بعدا غنهضر على البيريود اللي كنت فيها معايا، على لو باساج ديالي في هاد الدوره هذه ديال الدوره التكوينيه ديال المربيات. يعني كان الحضور ديالكم طيب، وكان الحضور يعني بواحد التفاعل وبالاسئله، بواحد يعني كتحس بالناس باغا تعرف. دونك ربي ما غادي يخيبكمش، واصلا كنشكركم انكم عملتوا الثقه في المركز، عملتوا الثقه فينا كاوتور. كنتمنى ونكون احنا قدرنا، انا شخصيا كنهضر على راسي، نقدر وصلتكم ولو القليل، وبدلتكم الفكره ديال يعني ماشي بدلتكم، يعني عطيتكم الفكره على المجال ديال التوحد، على المجال ديال هذا الاضطراب. دونك دابا شنو كيبقى؟ كيبقى ما بعد هذا الدبلوم هذا، واش انا غادي نوقف ولا انا غادي نزيد؟ ما نوقفش هنا، يعني انا قريت بزاف ديال لي موديل في هاد الدوره، خصني نمشي نبحث كل موديل تعطالي فيه ولو قليل ولا كثير، خصني نزيد نمي المهارات ديالي، خصني نزيد نبحث. المجال المعرفي راه كبير وواسع، والمعلومات بعد اليوم موجوده مجانا وموجوده بالفلوس. دونك انا نختار على حسب الامكانيات ديالي، وما نوقفش وندخل سوق الشغل. انا خديت الدبلوم بالمربيات، ناخذ دبلوم بالانفورماتيك، ناخذ دبلوم مثلا بالاستشاره الاسريه، علاش؟ حيتاش انا مربيه، او غنعمل الروض ديالي، او غنرافق هاد الوليد او الوليدات، او غندخل العالم بهاد عالم التعليم، عالم التربيه، الا خصني نوصل للام، نعمل واحد يعني الاستشاره ولا الكوتشينغ، ولا يعني نزيد ندعم هاد الدبلومات اللي عندي باش نكون شامله. انا بحال اللي كنقول لهم وقلتها لهم في الدبلوم ديال الكوتشينغ، يعني بغينا تكونوا خديتوا دي ديبلوم لي شامل، ديبلوم شامل تفيدير، كنعرف كل حاجه، كنعرف منها شويه، ما كنوقفش غير عند انني نعلم، انني نربي، انني غادي نقري داك الطفل، لا انا ما نكتفيش. وهذا كيدخل في واحد النقطه اللي هي مهمه ديال لوبجيكتيف ديال الهدف، شنو الهدف ديالي انا؟ لاش كنسعى انا نكون مربيه داكوغ، ولكن مربيه متميزه. وهذا الشيء لمستو فيكم، عندكم يعني كتبغيو تكتشفوا، كتبغيو تعرفوا، كتبغيو يعني الاذان طاغيه، كان الحضور ديالكم متميز. دونك كنعتذر على الصوت ديالي لان شويه متعبان شويه صوتي، يعني ما عرفتش واش كيوصل لكم فيه البحه. دونك سينو انا كنقول ان شاء الله بحول الله غتكونوا باغمي الناس اللي جازوا في المركز، الا الصدى ديالهم والمتابعه ديالهم، لان كما كنعرفوا هذا المركز هو باش متميز، انه ما توقفش هنا، يعني كيبقى. انا بحال دابا الاستاذه فاتحه ولا الاستاذه سكينه كتقول لي عرفتي شكون اللي هضرات معايا اليوم؟ ذاك المربيه اللي كانت في الجروب مثلا الثالث ولا الرابع، راه حلات مركز ديالها، راه دارت دابا دخلات الحساب الذهني، بارك الله عليها، مشات بعيد في هذا المجال هذا، والحمد لله راه دابا غاده واحد المدينه. عاود شويه كتقول لي عرفتي شكون اللي عيط؟ لا، وحده اللي كانت معانا ولا واحد كان معانا راه دار مشروع ديالو وغادي فيه مزيان. دونك كتبقى داك المواكبه، ولا مثلا كنبغيو حنا مرافقه ولا مربيه، كتقدر ترجع لليست ديال داك الناس اللي كانوا عندها، وكتشوف واحد مربيه وكتقدر تنجازها في واحد الخدمه، يعني كتبقى داك المتابعه. وفاتحه تبارك الله فيك ما عيطتي لا، كتقول لك بلاتي بلاتي عندي مكالمه كاع داك الناس اللي كيقراو، كاع داك الناس كيرجعوا الحباب ديالها، راهي لا هي ولا سكينه كيرجعوا، يعني ما كتخرجوا على العلاقه التعليميه ولا يعني قريتي خلصتي فلوسك الله يهنيك صافي ديبلومك غيوصلك. هذا مزيان لانك دعم النفس، يعني كيكون واحد دعم نفسي، كتكون واحد المواكبه. دونك باش ما نشدش الحصه كامله، ناخذ لكم ما كنسكتش، انا كنشوف العينين ديال الناس اللي هما شاعلين هذا الكاميرا، بحال دابا نوال كنشوفها دايره هكا، وكتقول يا ربي يا ربي زاد شي حاجه اليوم نستافدوا اكثر. يا نوال كتسناوني ندخل في داك الشيء ديالي، ياك؟ لا اليوم عندي عطله،
لحد ما غنهضر في التوحد، لان من الاثنين حتى للسبت كله توحد. عيشوا الحياه، استمتعوا بها، بحثوا، ما توقفوش وما تثقونيش، وديروا داكشي اللي احسن مني. كنقول لكم انا ديما ما ديروش داكشي اللي كنقول لكم، ديروا احسن مني. يعني عطيتكم شويه، زيدوا وسعوا المعلومات ديالكم والابحاث ديالكم، وراسو كاينه وفاتحه ظريفين فيما كانت شي معلومه كيقولوها، غير بقاو تتبعوهم حتى هما ناقصين عياط ياك. دونك فيليسيتاسيون، بون شونس، كنتمنى لكم تكونوا من المربيات المتميزات. الله يعاونكم، الله يسهل لكم الامور. تعاملوا مع الطفل، بحثوا في في الحاله النفسيه ديال الطفل. وواحد النصيحه غنقولها، لان ما نقدرش نقول شي حاجه وما يكونش التدخل ديالي بالنصائح، ما تتعاملوش مع الطفل من العمر ديالكم، المستوى الثقافي ديالكم، هبطوا المستوى ديال الطفل، المستوى الفكري والمستوى الثقافي. هذه نقطه ديروها في هذاك، ما تقولوش كيعصبني، ما تخيلوش يفهم بلاصتكم. انتوما نقصوا من الدرجه ديال الذكاء، من درجه الفهم، من درجه كاملين، نقص 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 وهبط. بحال داك شي حاجه اللي كتبغي تبروغراميها كتقول هبط زيد زيد زيد، لا صافي دابا القياس هو هذاك. علاش؟ باش الطفل يثق فيكم ويتصاحب معكم، وعاد مشيو مجموعين، عاد انت جريه لعندك. هذه نصيحه عطيتها لكم اليوم، بحثكم. دونك هبطوا له نيفو ديال الطفل، المجالات كاملين، حتى توصلي عنده، حتى تصاحبي، حتى يرتاح لك، عاد هزيه معك. بون شونس، فيليسيتاسيون، الله يوفقكم. نبغي نسمعوا عليكم خبيرات زوينين، ياك لاله فاتحه، لاله سكينه. اكيد، شكرا لك استاذه حنان، شكرا النصائح ديالك. ما كنسخاش بالاستاذه حنان، والله ما كنسخاش، كنت كنمشي انا معاها. غادي نعطيوها، غنعطيوها، مازال ما غاديش دابا، حنا غادي نشوفوا شويه الاخوات ونعاودوا نرجعوا ليها. شكرا، خليني نرتاح شويه، ارتاح شويه، انا معاكم. دونك بحال اللي قلتي استاذه، كنهضروا حنا دائما على هذه المهنه الشريفه، واحد المهنه اللي فريمون انايا بالنسبه ليا نكون كنقول اهم مهنه في الحياه. لان شنو هي؟ هي اجيال. دونك هنايا هي لا باز ديال كل شيء، ديال المجتمع كامل. المجتمع راه ما يمكنلوش يمشي الا ما هاد الوليدات الصغيورين مشاو مزيانين. دونك حنا باش كنكونوا الاطباء اولا المهندسين اولا اللي غادي اي مجال، الوزير، اي واحد، الا ما داش من مربيه التعليم الاولي. دونك المجال اللي كتشتغلوا فيه مجال شريف بزاف، مهنه اللي هي شريفه، مهنه زوينه، فيها اجور مع الله سبحانه وتعالى، فالاجر بيان سور اللي كتاخذوه مادي باش كديروا. دونك الله يجازيكم بخير، شكرا لكاع المربيات، وبيان سور اللي كيخدموا بواحد واحد الثقه بالنفس، واحد الامانه اللي كيعطيو هاد الوليدات. شكرا لكم، وانا المستهف بزاف الاخوات اللي معانا، بدون باش ما نذكرش مش شي وحده. الاخوات تبارك الله كلهم مشاو محملين بواحد الطاقه، بواحد ليدي اللي هي زوينه على هاد الطفل، كيفاش يتعاملوا معاه بحال اللي قلتي الاستاذه، يهبطوا النيفو ديالهم. دونك شكرا لكم بزاف، ونتمنى لكم كل خير، ونعطي الكلمه للاستاذه سكينه. أستاذتي فتيحة، أنا بعدكم بعد أستاذة حنان ما كنلقى ما نقول صراحة، زال لأنكم لخصتوا كل شيء، بقى لي ما نقول. فوالا، كما قالت أستاذة فتيحة، أنه لمسنا في الأخوات كاملين واحد الاجتهاد خلال هذه الدورة هذه، ويعني واحد التضحيات. يعني الإنسان كيدوز واحد الأسبوع يعني عامر، كل نهار الخدمه، وكيضحي بالويكاند ديالو حتى هو باش يحضر الدروس، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. كنحييكم بعدا على هذه المساله هذه، لان اللي بغى شي حاجه ضروري خاصو يضحي بالوقت ديالو باش يوصل لوبجيكتيف ديالو، باش يطور من راسو. ماشي غير مثلا درت واحد، انا كنصيحه من عندي خاصه بيا انا، يعني واخا زعما ساليتو هاد لا فورماسيون هذه، ما نقولش صافي راه تعلمت كل شيء، لان العلم ما عندوش واحد الحد. فين ما نلقى شي فورماسيون اللي نقدر نستافد فيها، اولا ندير لوطو فورماسيون لراسي، كاينين بليزيور فورماسيون اللي كنقدروا نلقاوهم سيغ انترنيت، من زعما من نحاول انني ما نتلهاش على لوطو فورماسيون، ما نتلهاش على انني ديما نديفلوبي راسي، باش انني نطور في راسي اولا، في الشخصيه ديالي، نطور في المردوديه ديال العمل ديالي. وإلا طورت هاد الجوج هادو، نكونوا أكيدين أننا غادي نطوروا حتى في
حتى في لو بوست ديالنا يعني نقدر نكون مربيه غنطلع شويه بشويه في المستوى. يعني شفنا حالات ديال كانوا مشاو استاذه فاتحه كانوا مشاو على ود اونتروتيان ديال باش مربيات تقو عطاوهم تعليم اولي عطاوهم تعليم ابتدائي. كاين بعض الاخوات اللي داروا مشروع ديالهم وهذا الشيء كامل كيف ما قلت لكم كيعتمد على جوج ديال الحوايج، على ود التضحيه والصبر والتركيز على 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 الهدف. وكنتمنى لكم كل توفيق، مبروك عليكم هذا التخرج هذا واخا ما كرهناش انه يكون حضوري. ومرحبا حتى بالاخوات اللي مهتمين بانهم يكونوا معنا ان شاء الله في الدوره الجايه، مرحبا بكم من دابا وشكرا لكم على الحضور ديالكم. واحد النقطه استاذه فاتحه، واحد النقطه نضيفها ما حد باقي في الاول بهذا الموضوع اللي بغيت نشير له، ان هاد لي ديبلوم هادو انا شخصيا جوج ديال السيدات اللي هما تطوان كانوا دازوني عند الاستاذه فاتحه، والحمد لله كان عنده واحد التدخل مع النيابه وتوفقوا انهم تخادوا في التعليم الاولي اللي بواحد يعني الفيديو اللي هو مديون، يعني موظفه كتانجاجا اون فيت، ماشي موظفه يعني كتانجاجا مع الجمعيات وكتاخذ المندوبيه ديال التعليم. هي النقطه اللي بغيت نقولها لكم، يعني كيتعرضوا لواحد المشكل انها ملي كتكون في المدرسه التعليم الاولي اللي هو مدمج دابا في المدارس، يعني كاين التعليم الاولي ديال الدوله، كتحس بواحد النقص انها اخرى استاذه زعما وانا ماشي استاذه كنقري الحضانه. انا كنبغي نقول لهاد الاستاذه ديال، انا ما كنسميهاش مربيه، الاستاذه ديال التعليم الاولي تفتخر براسها حيتاش هي داك اللبنه الاولى. راه ويلا ما كانتش هي راه ما غتكونش داك الاستاذه، راه امبوسيبل الطفل يطلع فاهم حتى شنو هو القسم ولا شنو هو الحرف ولا كيفاش يكتب ويلا ما كنتيش انت ايتها الاستاذه الشريفه العفيفه. افتخري براسك وتفقوا نسمعوا واحد التفقه من عندكم، تفقوا على راسكم، تفقوا تصبوا عدوا راسكم. اكيد اكيد تعزيز، مرحبا. دونك ما تحسوش بهذا النقص، دخلوا دخله قويه، ثقه في النفس، انا متميزه، انا استاذه ديال التعليم الاولي متميزه، برافو عليكم تبارك الله عليكم. وي استاذه حنان، انا حيت عندي واحد الكونتاكت كيمشيو ليا شويه لهذا، لان كنشوف الناس اللي ما عندهمش الصوت وبغيت نساعدهم باش يسمعوا لنا المحاضره، دونك كنحاول نعطيهم لو نيميرو تيليفون. استاذه سكينه الا قدرنا نعطيهم لو نيميرو تيليفون اللي بغا يحطوا لنا هما لو نيميرو تيليفون باش نتواصلوا معاهم هكا باش نحاولوا نحلوا هذا المشكل. دونك استاذه فتحي كنقولوا ميساج، دونك ما غاديش يسمعونا غادي نخلي لهم ميساج، نكتبوا لهم يكتبوا هما النمره التليفون باش نقدروا نساعدو. دونك دائما حنا كنرحبوا كنعاودوا نرحبوا ونعاودوا نرحبوا بكم في هذا اللقاء هذا. دونك اول حاجه غادي نشوفوا الاخوات اللي تخرجوا معنا في هذه المجموعه الثامنه، نبغيو نشوفوا الاراء ديالهم، نبغيو نسمعوا اشنو اللي شي حاجه اللي خاصنا نزيدوا لهم، لان احنا دائما تنطمعوا حتى حنا بحال اللي قالت الاستاذه سكينه، حتى حنا دائما اون فورماسيون دائما تنقلبوا على الجديد، دائما تنقلبوا لكم اخر مستجدات التعليم باش نجيبوها لكم. دونك حنا ما كنحبسوش من القرايه ديالنا، ما كنحبسوش من التكوينات ديالنا، حنا تنقربوا باش نجيبوا لكم المعلومه اللي كانت كتقول الاستاذه حنان، تنجيبوا لكم اللب ديال المعلومات، كما كنخليوكمش تيهو في المعلومات. دونك تنحاولوا نجيبوا لكم كنبسطوا التكوين لاقصى درجه باش هكا تقدروا تواصلوا معنا. دونك نحاولوا نشوفوا الاخوات اللي كانوا معنا يعطيونا كلمه اشنو خاصهم نزيدوا شي حاجه، كان لا فورماسيون كانت ساتيسفيزونت بالنسبه لهم، كان خاصهم حنا نشوفوا بعض الاخوات اللي كانوا معنا. اذا كانت الاستاذه ربيعه واحد الضحكه عندها تبارك الله عليها، لان حنا كنقولوها المربيه دائما تكون بشوشه واحد الضحكه، هادو من بين ان شاء الله في التكوينات راه حنا كل دائما كنهضروا على هذه المساله. وتبارك الله عليك استاذه ربيعه، أنت تفضلت لك الكلمة أستاذة. السلام عليكم جميعا، سلام أستاذة فتيحة، شخبارك لاباس عليك؟ سمحي لي على عدم الحضور في هذه الأخيرة الأوينة هذه السيونس الأخرين، باسكو جيتي أون بلان دو ديميناجمون، جي ديميناجي دو كازا أ برشيد، دونك
داكشي علاش ما بقيتش كنحضر. ديكو جي غاتي لي سيونس ديال مدام سكينة، ولكن كنشوف الناس هذا ربيع تكوني معايا حيت كنت كنقول والله كنتاسف تاع والله العظيم، كنت زعما كاينه باغا نحضر هاد لي سيونس هادو، ولكن ظروفي ما كانتش كتسمح ليا، لاني انتقلت من كازا الدار البيضاء للبرشيد، ديكو ما كانش عندي الوقت باش نحضر. يعني اعتذر، وكنت شرف لي كبير انني تابعت واحد لا سيونس، ولكن لي سيونس الاخرين باقي ما شفتهمش. ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا. نبغي نشكرك على هذا المنبر هذا، شكرا جزيلا للمعلومات كلها اللي عطيتينا، كانت مفيده جدا جدا جدا، وكانت فريمون الطريقه باش عطيتيها ووصلتيها ما شاء الله عليك، تبارك الرحمن، الله يجزيكم بالخير. شكرا جزيلا للاستاذه حنان اللي عطاتنا التوحد. انا التوحد واحد الموضوع اللي عزيز عليا بزاف بزاف، لانني ديكو ديجا خدمت مع لي زونفون اللي عندهم هاد لو تروبل هذا، وزعما تفاعلت معاهم وتجاوبت معاهم واحد الطريقه زعما فريمون عطات واحد النتيجه يعني، وكانت واحد لا ساتيسفاكسيون من قبل لي بارون. ديكو عرفت بانني راه المعلومات اللي عطاتنا مدام حنان فريمون قدرت انني نوصلها، فهمتي، ونحطها على ارض الواقع وتعطي واحد النتيجه اللي هي فريمون كانت ساتيسفيزون. دونك ميرسي بوكو استاذه حنان، شكرا على كاع المعلومات اللي عطيتنا، وما شاء الله عليك كنتي محاضره وعندك واحد طريقه الالقاء جميله جدا، يعني ولو ما كنكونوا عيانين ولكن كنبقاو ماشيين معاك ما شاء الله عليك، وشكرا جزيلا، وكان شرف لي كبير نتلاقى معاك ونحضر المحاضره ديالك، وان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير وفي شي مناسبه اخرى ان شاء الله ولقاءات اخرى. شكرا جزيلا استاذه فتيحه، شهادتي مجروحه فيك لانه ما شاء الله عليك، grâce à vous انا درت هاد لا فورماسيون هادي، لان هاد لا فورماسيون درتها بار كوينسيدونس يعني صدفه، عيطت لمدام فتيحه ومنين هضرت معايا يعني قنعتني طريقه الهضره ديالها وكيفاش كتشرح لا فورماسيون لي موديول ديالها وكيفاش زعما كيفاش غتقدموا لي موديول ديالكم، وجيتي كونفانكو والحمد لله داكشي اللي قالت لنا مدام فتيحه كان فريمون على ارض الواقع. دونك كانت لا فورماسيون في المستوى، انا يمكن كانت عندي تجربه يعني تجربه هي كبيره في الميدان، يعني ديكو عندي ديجا واحد معلومات واحد هادي، ولكن كانت اضافه جديده يعني شي حوايج ما كانوش تعرفهم تعرفت عليهم بغراس لا فورماسيون دو انزان. انا جيت سعيده انني كنت parmi عائله انزان وكتشكي شرفني فريمون، وكنا كنتمنى ان هذا الاختتام الدوره يكون بريزونسييل باش نشوفوا حتى المغربيات اللي كانوا معنا داك نتلاقاو كاملين، لانه كاينين مغربيات كنا غير كنسمعوهم ما كناش كنشوفوهم، وكنا نتمنى أنني يكون بريزونسييل باش نعرفوا بعضياتنا ونشوفوا يكون داكشي فاس فاس، مي الحمد لله هادشي حتى هكا مزيان. دونك فوالا شنو غادي نقول، لا فورماسيون كنصح بها اي مبتدئه اذا كانت معنا شي مبتدئه في هذا اللقاء هذا، كنصحها انها دير لا فورماسيون، وكي قالت استاذه سكينه ميم سي كنديروا لي فورماسيون سا فو با دير اننا راه صافي سالينا، ديما كيكون الجديد سورتو في هذا الميدان هذا، ديما خاص الانسان يبحث، ديما خاصو يقلب، ديما خاصو يجيب كل ما هو جديد، يعني ما يبقاش واحد المستوى اللي هو ستاغني، يعني ديما خاصو يكون بحث، ديما خاصو يكون معلومات جديده وتضيف اضافه جديده، وديما تخدمي على راسك اوطون كو مربيه، خاصك ديما تخدمي على لا بيرسوناليتي ديالك لا كونفيونس اون توا، وتكوني انتيا ديما عندك واحد كون عندك واحد من بونسي بوزيتيف، ديكو الا كانت عندك لا بونسي بوزيتيف كنتي كتشوفي لي شوز دون فاسون بوزيتيف فغتعطي لونفو تو سكي بوزيتيف وغادي تمشي في المسيره ديالك. نتمنى لكم كل خير، وكنشكركم جزيلا جزيلا، ونتمنى انني كنت مفيده و
مستفيدة، أكيد أنا كنت مستفيدة، ونتمنى نكون كنت مفيدة كذلك للدورة ديالكم، وإن شاء الله نبداو نطلع لكم مرة مرة، وعلاش لا نتلاقاو إن شاء الله. ميرسي بوكو مدام حنان، أنا راه معاكم نيت في الكوتشينغ، دونك غادي نحضر معاك ولو ما كنديرش الكاميرا. علاش كتحرمني من هذه الابتسامة ومن هذا الحضور الجميل؟ ان شاء الله تيسر الامور وندير هذيك ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا ساليت الحصه ديال الكوتشينغ، دونك نتلاقاو ان شاء الله في دوره اخرى ان شاء الله. ميرسي بزاف شكرا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نخلي الكلمه للمغربيات الاخريات، شكرا لكم. شكرا لك استاذه ربيعه على الكلمات. استاذه فتيحه، راه الصوت خاصك تاكتيفي الميكرو. فوالا، دونك بحال اللي قلت لهم كنشكر استاذه ربيعه، ودابا غادي الجواب تاع السؤال ديال الاقتراح ديالك استاذه ربيعه على البريزونسييل. غنشوفوا استاذنا مدير ديالنا استاذ عبد السلام الضالي يعطي الجواب على هذا السؤال هذا. دونك تفضل استاذ عبد السلام. السلام عليكم احباب الاخوات والاخوان كاملين، جد سعيد انني معكم. دوزنا لحظات زوينه في الحساب الديني مع الاخوات، وايضا تعرفت عليهم في خلال التكوين. فوالا بالنسبه حنا في ليفينمون لي زيفينمون اللي كنديروا، غادي تكون ان شاء الله واحد ليفينمون خاصه بلي زيتوكاتريس. غادي يكون ان شاء الله دورة تدريبيه، وغادي يكون حفل تخرج خاص باخر المستجدات ان شاء الله في هذا الدومين هذا. وغادي كما قالت الاخت رابعه ان شاء الله ما كرهناش نتلاقاو بالاخوات كاملين بشكل حضوري، كيكون واحد البارطاج ديال الطاقه زوينه بزاف بزاف، وايضا كيكون حافز لينا حتى حنا في الاكاديميه اننا دائما نجيبوا لكم الجديد، ودائما نحرصوا على لا كاليتي ديال التكوين، وعلى لي زيليمون، على التواصل بيان سور ديال لي زيدوكاتريس اللي كنشوفهم دائما في لو غروب، تبارك الله كيشرفونا باللي طرافو ديالهم وبلافونسمون ديالهم. وشكرا لك استاذه فتيحه واستاذه سكينه واستاذه حنان والاساتذه كاملين اللي كانوا يعني عندهم واحد اللمسه اللي خلات هذا التكوين هذا ينجح بهذا الشكل هذا، وحنا فخورين بكم ان شاء الله. وعقبه ان شاء الله الجروب اللي جاي جروب تسعود ان شاء الله، دائما كيف ما كنقولوا دائما كنحاولوا نجيبوا الجديد، ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا لكم على الحضور ديالكم في هذه الامسيات. شكرا شكرا لك استاذ عبد السلام. دونك استاذه ربيعه ان شاء الله راه غادي يكون الحضور، غادي تجيو ان شاء الله، خصنا نشوفوكم ان شاء الله كلكم، اكيد غادي نقادوا هذه المساله وغتجيو نديروا لكم الحفله ديالكم باللبسات ديالكم بالصور ان شاء الله، غادي تكونوا معنا ان شاء الله. دونك استاذه سكينه، نشوفوا استاذه شيماء. واخا نشوفوا استاذه شيماء، مرحبا بك استاذه شيماء. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. السلام ورحمه الله. داري لاباس عليكم؟ شي مزيان الحمد لله. كنشكر بزاف الاساتذه اللي كانوا معنا اللي كانوا مرافقين معنا طول هذه الرحله ديالنا. سمحوا لي دقيقه. ايوا الهدف ديالنا هو هذا من التكوين كامل، هو طيب هو ديما كيبقى الاول. سمحوا لي على هذا الباسي. كنشكر بزاف الإدارة التربوية والأساتذة اللي واكبونا في هذا، كنشكرهم بزاف على حقاش مجموعة ديال الأسئلة ديال يعني التخوف، الحمد لله خدينا واحد الثقة في النفس كبيرة. دابا صافي عرفنا شنو هو الدور ديال المربية، المواصفات ديالها، شنو هو الطيب، شنو هي النفسية ديالو، كيفاش نتعامل معاه في شتى الحالات. دابا صافي غادي ندخلوا واثق بسم القسم ديالنا الحمد لله بالفضل ديالكم وبالفضل ديال المربيات اللي كيشاركونا التجارب ديالهم، ما كيبخلوش علينا بأدنى معلومه، وحتى هما زادوا شجعونا اكثر باش اننا ان شاء الله هنا ندخلوا سوق الشغل، ماشي غير سوق الشغل وانما نشاركوا هذه المعلومات مع الاطفال ديالنا، ونكونوا ان شاء الله واحد البداية صغير، واحد جيل إن شاء الله طالب، ونديروا اللمسة ديالنا الخاصة فيه إن شاء الله.
ان شاء الله استاذه شيماء ان شاء الله. شكرا وكنشكر حتى العائله ديالي الام والاب ديالي والاخوات اللي شجعوني بزاف على حقاش دائما كيكون عندك واحد السند هو اللي كيدفعك انك توصلي للهدف ديالك. كنشكرهم بزاف واليوم الفضل انه دخلت لهذا التكوين. ليلى مرحبا حاضرين معنا في هذه الحصه كنوجه لكم تحيه كبيره. شكرا لك استاذه شيماء. استاذه حنان حتى هي بدورها صراحه راه عطاتنا حتى واحد الثقه في النفس كبيره. انا بعدا والله الا لقيت واحد التغيير بعد هذوك الحصص ديال مع الاستاذه والله صح بقينا كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الطفل العادي، الطفل اللي عنده اضطرابات، الطفل اللي عنده شخصيه مختلفه، كل واحد كتعاملي معاه على حده. دابا دابا الا تعرض عليا شي ستاج غادي ندخل انا مطمئنه وانا واثقه في راسي وعارفه شنو هو الدور ديالي. ثقه في النفس. تبارك الله عليك شيماء. تبارك الله عليك. شكرا بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا لكم جميعا. شكرا للاستاذة جميعا والعائلة الأنزانية والزملاء ديالي. مرحبا استاذة شيماء، شكرا لك على الكلمات وتحية للأسرة ديالك. دائما احنا دائما خاصنا الاسره كتبقى هي السند الاول، عاد ملي كنخرجوا لوسط العمل وكنتلاقاو مع ناس اللي كيدعمونا واللي كيزيدوا بنا القدام الحمد لله. شكرا لك بزاف استاذه فتيحه. نشوفوا واحد ريدمي قبيله دار لو في لا ما، وعاد نشوفوا استاذه زينب معنا. ما عرفتش شكون اللي داخل بريدمي نف. ريدمي نف يقدر ياكتيف الميكرو ويتفضل معنا أو لا تفضل معنا أو لا يمكن غير بار ايرور اللي دار لوفي لا مان. واخا الا كان ريدمي نف ما اكتيفاش ميكرو. شوفوا استاذه زينب، استاذتنا اللي معروفه بواحد البارطاج ديالها. استاذه زينب في لو غروب ديال المربيات ما شاء الله عليها اللي لقاتهم مسكينه كتحطوا قالت لك انا اي حاجه غتفيدوا المربيات انا غادي نحطها لهم. شكرا لك بزاف استاذه زينب ومبروك عليك. شكرا على واجب مبروك هذا الشيء اللي كاين وتبارك الله عليك. تنتيا عندك ما تقولي، استفدنا منك، استفدتوا واستفدنا منكم جميعا. دونك تفضلي استاذه زينب. السلام عليكم استاذه حنان. السلام عليكم استاذه سكينه. السلام عليكم استاذه فتيحه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم استاذه ربيعه. انا ولات عندي واحد الاخت من لا فامي ديال انزان قريبه ليا ما شاء الله، يعني فيما يكون عندي شي لو دوت لا شي حاجه نمشي عندها. بلاتي استاذه زينب بلاتي هذا حيت ما فخبرش ليكيب ماشي سكينه. استاذ عبد السلام، استاذه زينب والاستاذه ربيعه تلاقاو في نفس المدرسه. الاستاذه ربيعه افكتات في نفس المدرسه ديال الاستاذه زينب. كانت واحد الفرحه كتعيط ليا كتقول لي راني فرحانه استاذه ربيعه معايا. اه والله العظيم زعما الحمد لله الدنيا وسبحان الله. فاش غادي تجي لوجده غادي نتلاقى انا وياك استاذه زين. شوفي انا اون فوا شوفي استاذه اون فوا غنجي لوجده واخا كونجي غادي نتواصل معك وغادي نجي نشوفك ان شاء الله. جيو معنا الحفل ان شاء الله. ان شاء الله وكنتسناو الحفل بفارغ الصبر. شكرا لك استاذ عبد السلام بزاف على الفورماسيون ديالك وما كتبخلش علينا. شكرا لك الاطر كاملين زعما كلهم من كلشي. شكرا لكم بزاف وبصح نوصون فيا اننا كنا parmi vous. والله العظيم انا ما قدرتش نهضر لحقاش سي تري سونسيف. والله انا ما سخيتش هذا الغروب كنت فيها انا والله بجد الخلعه واحد الاحساس ما كنتش كنتمنى ان شاء الله نبقاو ديما على التواصل وكنتمنى ان شاء الله نزيدوا مع بعضياتنا القدام وكنتمنى ان شاء الله يكون هذاك الحس ديال البارطاج ولي نبغي ليا نبغي ليك ونبقاو غادي ان شاء الله. كيف قالت الاستاذه راه كيف كيتخرج وزير دكتور اي واحد كيدوز من بريسكولير الا كان بريسكولير ناجح راه كيكون مسيره دراسيه ناجحه، الا كان فاشل الطفل هو المتضرر. اما ليدوكاتريس راه كدير واحد الخدمه ديالها بواحد لا كونتربارتي مع الله واحد لا كونتربارتي في الدنيا، ولكن الا ما كانش الحس انها كتخدم كيف كنقولوا بامانه وبصدق
راه المتضرر هو داك الطفل اللي كنهضروا عليه في المحور من نهار بدينا كاع لي كاع لي موديول اللي قريناه اللي هو المحور الاساسي ديالو هو لونفون. ونتمنى نكونوا تكونوا بخير على خير ونتمنى لكم مسيره طيبه ان شاء الله، وحنا ان شاء الله ديما غنبقاو نتواصلوا. شكرا للاكاديميه انها دارت لنا واحد لو جروب اللي خلاتنا نبقاو نبارطاجيو فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون واخا غير نسولوا على بعضياتنا فيه. شكرا، هذه مبادره جميله منكم ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. شكرا لك استاذه زينب. دونك كنتي فريمون parmi المشاركات اللي كانوا ملتزمين بالدروس ديالهم بالحضور ديالهم بالكاميرا ديالهم. شكرا لك سنتي بزاف عاد، وكنتمنوا لك كل خير. بحال اللي قلنا في لافيش ان التخرج هو نهايه التعلم ولكن بدايه رحله طويله تمتلئ بالامل والعمل والتفاؤل. دونك الله ييسر لكم الامور والله يعاونكم في هذه المسيره هذه ديالكم. فريمون تنتمنوا لكم مسيره موفقه، تنتمنوا لكم كل خير من كل قلبنا. هذا الشيء بدون اي مجامله ليكيب كلها، سنفرحوا لاي واحد افيكتا او لا دار شي حاجه. دونك نتمنوا لكم كل خير ونشوفوا معنا الاستاذه امينه. استاذه امينه تفضلي. وي السلام عليكم الاساتذه الكرام، مساء الخير عليكم، مساء الخير للمربيات ديالنا. نشكركم على المعلومات اللي كنستافدوا منكم وعطيتونا واحد الثقه في النفس. اولا ما كناش ثاقين في راسنا، حتى عطيتونا نتوما واحد الثقه اللي هي كبيره بزاف ديالنا وتعلمنا منكم. شكرا بزاف لكم وخليتونا نعرفوا ما هو الطفل. اولا ما كناش عارفين الطفل ما هو، واستفدنا من الأكاديمية، وكنشكرها بزاف بزاف، وكنشكر حتى الأستاذة فاتحة تبارك الله عليك، والله يخليك ديما ديما منورة، وشكرا على الدعوات ديالك معانا. شكرا، راه بفضلك والله إلا بفضلك أزيدوا القدام، بفضلكم كاملين الأستاذات. شكرا بزاف، وحتى أنا راه مبتدئة وكنستفد منها حتى المربية ولا أستاذة مدام زينب حتى هي، شكرا لها بزاف كتبارطاجي معانا في المجموعة. شكرا بزاف لها حتى هي، عاوناتنا بزاف، عندها تجربة وما وقفاتش داك الشيء عندها مي كتشارك معانا. شكرا لها حتى هي، وشكرا كاملين للعائلة أنزان. شكرا بزاف جزيل الشكر. دونك سيدة سكينة. وي سيدة فتيحة، الصوت ديالي مسموع بعدا؟ مسموع وسلام. شكرا لك أستاذة أمينة على التدخل ديالك، شكرا لك بزاف. حنا كنا فرحانين لأنك كنتي معنا في هاد الدورة هذه، وكانت الحمد لله واحد العطاء بين الأخوات، وهذا الشيء كيشهد ليه هو الجروب ديال الواتساب اللي كان فيه واحد التفاعل وواحد المساعدة وواحد الجو رائع صراحة. شكرا لكم بزاف. نشوفوا أستاذة نجوى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة نجوى. السلام وسهلا. أستاذة الكرام، كنسلم عليكم كاملين كل واحد بالاسم ديالو، المربيات الفاضلات، وكنشكر هذا الأكاديمية بزاف اللي عطتنا الثقة في النفس بالدرجة الأولى. والمهم استفدنا منكم بزاف صراحة، استفدنا منكم بزاف والحمد لله داز تكوين زوين. ودابا إن شاء الله راني أنا غنعاود نكمل معكم في التكوين في التوحد. مرحبا مرحبا سيدة نجوى. إن شاء الله سيدة نجوى، مرحبا بك. أنا كنت قد ثقة في راسي بعدا، أنا راه العمر ديالي تبارك الله 47 سنة، وليداتي كبروا، كبرت الوليدات الحمد لله، كل شيء المسيرة دازت هي هذيك. قلت صافي راني كملت المسؤولية ديالي في الحياة، صافي ما عندي ما يدار. اللي حتى تعرفت عليكم صراحة الله الفضل كامل كيرجع لواحد السيدة جارتي، هي اللي عرفتني عليكم، والحمد لله رجعت لي الثقة في النفس ورجعت لي الحياة من جديد، اللهم لك الحمد. ومشيت ودرت هاد التكوين والحمد لله خدمت فيه، خدمت وصافي، ما بقي انا هاد الشيء ديال المربيه ما بقيتش بغيتو، وليت رجعت للتوحد.
حتى واحد استفدت بزاف من الاستاذه حنان رضا الحمد لله. بصراحه والحمد لله حنا انا ان شاء الله غادي نعاود ثاني تكوين اخر ديال التوحد معكم، لانني خدمت واحد المركز ديال التوحد وشفت هذوك الوليدات كيفاش دايرين، وانا ما كرهتش نخدم معاهم نعطي اكثر، حيت شفتهم زعما صراحه الله لقيت نفسي معاهم، لقيت نفسي مع دوك الوليدات. كنشكركم بزاف، والفضل كامل كيرجع لكم صراحه الله، الفضل كامل كيرجع لكم. شكرا لك استاذه نجوى، برافو عليك صراحه، كنظن غادي تكون استاذه حنان اثرت فيك بزاف. لا انا دابا فرحانه، علاش؟ ونقول لك واحد الحاجه بعدا، لالا نجوى تبارك الله عليك، بارك الله. وعرفتي احسن حاجه عجبتني فيك انك اعترفتي بواحد الاحساس، انك المربيات ما تاروش لا طونسيون ديالك، تعلمتي فهمتي يمكن ما لقيتيش راسك اكثر. دونك انا نقول لك واحد الحاجه، انك ان شاء الله بحول الله من هنا حتى تدخلي لهاد الدوره، وماشي يعني كنقول لك بالدراع اجي، غتعطي في التوحد، حيت التوحد هو احساس ماشي على الدبلوم ولا شهاده. انت عملتي دبلوم بالمربيات وخدمتي فيه ما لقيتيش راسك، ما لقيتيش. نزيدك واحد الحاجه، هو غتبقى في نفس الدومين، غير انت غتكون واحد لا فالور اجوتي للتعليم، انك غتكون مربيه شامله، يعني جاك طفل غير حامل التوحد غتعرف ما ديري معاه، جاك طفل حامل التوحد غتعرف شنو ديري معاه. دونك برافو عليك، وهادشي هو اللي قلت في الاول، يعني المناضلات 47 عام لاج المخير ديال التكوينات ديال القرايه وديال الخدمه، لان النضج وكتكون عندك حيتي مسؤوليات ديالك الزوجيه وديال الاطفال وهذا، كتوجد للمرحله ديال المونوبوز بواحد الطريقه جد متقدمه، ما غتحسيش بالاعصاب، ما غتحسيش بالفراغ، ما غتحسيش بالانتقال ديال السن. دونك تبارك الله عليك، وخير مثال استاذه فاتحه واستاذه سكينه والاستاذ عبد السلام اللي تحيه ليلو، هاد السيده خصها تكون طغمي الناس اللي غيتربيهم المثال ان شاء الله في المركز. السن لاي امراه كتبقى غير الشقيقه في الراس وجالسه، هي تبارك الله عليها عاد غادي بالتوحد اللي ماشي بالسهل. برافو نجوى، تحية لك، مرحبا بك التوحد. كنشكرك بزاف استاذه، وكنشكر بالخصوص الاستاذه فتيحه، لان الاستاذه فتيحه زعما صراحه الله عطاتني واحد الثقه في النفس كبيره، دائما فيما كنهضر معها كتزيد تشجعني، كتقول لي راك عندك ما تعطيك، زيدي اعطي زيدي اعطي، صراحه الله الجميل ديالها فوق راسي، جميل ديالها. تبارك الله عليك لالا نجوى، بدايه موفقه، ماشي الدبلوم صافي سي فيني، دابا بدايه موفقه ان شاء الله. بارك الله فيك استاذه، بارك الله فيك بزاف، شكرا لالا نجوى، قد وقدود ان شاء الله، زيدي ثقي في راسك اكثر، غتعطي اكثر. لهلاي اختك استاذه، غتكون من الناس تخصص التوحد المتميزين ان شاء الله. لهلاي اختكم ان شاء الله، بون كوراج بون كوراج لالا. كنشكركم وكنعاود نشكركم، وكنشكر الاستاذ سلمى سكينه، كنشكركم كاملين. اهلا يخطيكم. مرحبا استاذتي نجوى، نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يسر لك الامور. شكرا متبادله استاذه نجوى، والله القسم انا كنقولها لكم دائما ونعاود نقولها، تنفرحوا لكم من كل قلبنا، راه ما يمكنش حتى نقولوا اون فورماسيون عطيناها لكم خاصكم تلقاو فين غادي تدمجوا، ولكن الحمد لله تانتوما بلي زيفور ديالكم، راه ماشي كلشي حنا تنعطيوكم، تنعطيوكم معلومات، ولكن انتما بليزيفور ديالكم تتزيدوا دعموا دوك المعلومات والحضور ديالكم والالتزام ديالكم باللي فورماسيون. دونك حتى حنا كنشكركم بزاف عاد على هذا الحضور هذا، شكرا لك استاذه نجوى. ولا استاذه سمع صراحه الله شتي، لو كل ما كانش المعامله ديالكم طيبه وانتم اللي كتعرفوا كيفاش زعما كترجعوا الثقه للانسان في النفس ديالو، كترجعوا الانسان الثقه، لو كل ما كانش هذيك المعامله ما غاديش تزيدوا تجلبونا اكثر. انا دخلت الدرس الاول والدرس الثاني وكنقول غنعجز، لا صافي ما غنكملش لا، ولكن كنلقى راسي ملي كتلحق الوقت ديال الدرس كنلقى راسي بلا شي حاجه خاصاني، خاصني ندخل نشوف شنو كاين، خاصني نشوف الجديد زعما صراحه لا. كنشكر شكرا لكم بزاف، هادشي اللي سعداتي تعرفت عليكم، سعداتي انا بعدا حين تعرفت عليكم. نحن اسعد. اكيد نحن اسعد. بارك الاستاذه ايمان، نشوفوا التدخل ديال الاستاذه ايمان، ولا بقات لوفي لا ما استاذه ايمان؟ خاص استاذه ايمان دارت لوفي لا ما، ما عرفتش استاذه ايمان الا كتسمعينا عافاك اكتيفي الميكرو.
ما عرفتش، يمكن غير باغ ايغور. دونك نكملوا على ما نشوفوا الاستاذه ايمان. فوالا استاذه فاتحه كاينه في لا ديسكوسيون واحد سؤال، واحد السيده سميتها خلدون، الله يخليكم، انا عضوه جديده وعندي اسئله بخصوص التكوين. مرحبا عليكم استاذه خلدون، الا تقدري تاكتيفي الميكرو نجاوبك على اي سؤال عندك بخصوص التكوين. مرحبا. دونك نتسناو حتى نشوفوا في الاستماع. دونك الا كان عندها التدخل ان شاء الله تدير الميكرو ولا دير لوفي لا مان وحنا غنعطيوها التدخل ديالها. دونك حنايا مازال مستمرين في هذا الحفل هذا وهذا اللقاء هذا الجميل اللي فيه كل طاقه وكل حيويه وكل واحد موتيفاسيون اللي كنحسوها، ولكن بحال اللي قلتي استاذه ربيعه ملي كيكون الحضوري كتكون اكثر، ولكن ان شاء الله حنا غادي نديروا هذا الحضوري باش هكا نتلاقاو كلنا ونتجمعوا ونجلسوا معاكم ونشوفوا حتى نخليكم واحد شويه ونشوفكم شنو درتوا، حتى الا كنتوا باقيين شويه تقال في هذا نعاودوا نديروا ان كود بوست عاوتاني وحنا معاكم ان شاء الله حتى توصلوا لي زوبجيكتيف ديالكم ان شاء الله. دونك استاذه سكينه الا كان نعطيو واحد الملخص ديال التكوين اللي كنديروا الا ما كانش شي تدخل ديال الاخوات اللي ديجا داروا معنا التكوين. دونك كانت قبيله كانت بنت ليا واحد الاستاذه يد القاضي ولكن شتها دارت الى بيسي لاما، المهم الا كانت بغات تدخل مرحبا. دونك حنا نعطيو الاخوات اللي عندها اي تدخل مرحبا بها، سواء اللي عندها اللي كانت معنا اللي كانت معنا ديجا في لا فورماسيون او لا الاخوات اللي يلاه التحقوا بينا عندهم اسئله مرحبا بهم. واخا دونك استاذه سكينه غنعطيو واحد خلاصه ديال هذا التكوين هذا اشنو كناخذوا فيه. دونك حنا ديجا تواصلنا مع الناس، ديجا هضرنا معاهم، ديجا وصلنا بعض المعلومات، وكاين الناس اللي مازالين ما يمكن ما عندهمش المعلومات كافيين. دونك بالنسبه للتكوين ديالنا هو تكوين بيان سور عن بعد، هاد عن بعد كانوا بزاف الاخوات كيتخوفوا من هاد التكوين عن بعد، ولكن فريمون لقينا واحد النتائج اللي زوينه اللي كنقول لهم انا دائما كجالسه في دارك وكتقراي ما كديبلاصاي ما كتضيعي وقت ديالك الجهد ديالك، كاين بزاف د الحويجات هما اي حاجه عندها لي زافونتاج ديالها وعندها لي زانكونفينيون ديالها، ولكن انا بالنسبه ليا كنشوف لي زافونتاج ديال عن بعد لقيتهم بزاف. لحقاش انا دابا كون يقول لي شي واحد اجي ديبلاصاي تقراي حضوري نقول ليه الا كان عن بعد غيكون احسن. دونك هنايا كتكوني متاحه في دارك بيان سور لا كونيكسيون ديالك، تتجلسي كتبدي كتيبات ديالك تديري لي نوت ديالك، دونك هنا كتوفري عليك بزاف د الحوايج. هادي خصهم يعرفوها الناس، ولكن اللي كان ناكد عليه واللي كان زعما اللي حوايج اللي مؤكده ان هاد التكوين زوم زعما عن بعد الانسان ما ياخذوش انه جاي غير كيتفرج اولا غير شي حاجه، راه هو تكوين لي فريمون بحال الحضوري تماما. المعلومات الماده العلميه اللي غتاخذوا ياخذوها الناس في الحضوري غنعطيوها حنايا عن بعد، خاص الانسان ياخذه بواحد الجديه وواحد لانه تكوين فريمون هو مستعد ليه باش هكا تيكون واحد المردوديه زوينه. انا نعاود لكم غير واحد هذا لان بحكم عندي العلاقه مع الناس. كانت واحد الاخت معايا من طنجه، الاخت من طنجه كانت دوزات معنا التكوين دائما حاضره دائما، المهم دفعات السي في ديالها كما دفعاتو عيطوا لها دوزات لونتروتيان صافي ديك الساعه بلا ستاج بلا حتى شي حاجه تلمو الاخت عامره بالمعلومات وعارفه شنو كدير. ملي هي مشات لعند المدير تواصل معايا المدير الاكاديميه قال لي زعما شوفي لي لقيتي مربيات في طنجه صيفطيهم ليا، بحال اللي قالت الاستاذه حنان حنايا اي اوبورتونيتي عندنا راه حنا كنتواصلوا معاكم، في اي مدينه جاتنا راه حنا كنتواصلوا معاكم. راه الاخوات اللي معانا في لو جروب راه كانت جاتني دابا في الدار البيضاء والله القسم السيده كتعاود قالت لي غير الا لقيتي مربيه صيفطيها لي انا واقفه على لولاندي. دونك هنايا ملي كيكون عندنا لي زوبورتونيتي في اي مدينه كانت في المغرب راه حنا كنتواصلوا مع الناس اللي في ديك المدينه وتنحاولوا نساعدوهم. بيان سور عندنا شراكات مع بعض المدارس، ولكن الا ما كانش عندهم واحد الاحتياج ما يمكن ليناش نديروا لاي حاجه. دونك هنايا
مي كتكون الفرصه راه حنا تنعلموكم بهم. دونك هذا السيد عيا معايا تيقول لي المربيات اللي في طنجه صيفطهم ليا، كنت صيفط واحد مجموعه المربيات ولكن كانوا كاين اللي تختاروا كاين اللي كان خاص لونتروتيان كان كيبغيو اللغه الفرنسيه بزاف. انايا بديك سميتها عيطت للسيده قلت لها فوالا قولي لي شنو زعما مي دوسي لونتروتيان. قالت لي شوف انايا كنت واخده التكوين او سيريو. قالت لي تصوري ان الوالدين ديالي كانوا كلشي كيطفي التلفازه الوقت ديال لا فورماسيون ديالي، كلشي كيجلس كيسكت باش كيتصنط انا كندير لا فورماسيون. قالت لي راه كنت كنستافد من الاخوات من الاساتذه كنبحث كندير، دونك مشيت عامره بالمعلومات عامره عارفه كلشي بحال عارفه بحال عندي اون اكسبيريونس. دونك اللي كنصح الاخوات اللي ان شاء الله غادي يشاركوا معنا ولا الاخوات اللي باقيين معنا انهم ياخذوا تكوين واحد الجديه، لان هنايا التكوين فريمون الانسان تيخدم فيها كام تتكون بحال القسم، حنا تنقولوا قسم افتراضي اولا لا سال فيرتويال. دونك هنايا خاصك تاخذي بحال غدا القسم كتجلس يمكن كاع تلبسي حوايجك وتقادي حالتك وتجلسي. يا كاوسد الحنان الريحه الريحه ضروري الفخمه الحنان ملي كانت كتبغي دير لا فورماسيون قالت كندا ندير الريحه كنسى. دونك هنايا باش تاخدي لا فورماسيون بواحد هذا خاص الالتزام في لي فورماسيون، خاص الحضور دائما، خاص بزاف د الحويجات. ما ناخذش انا لا فورماسيون غير هكا، دونك نحضر نسول ناخذ معلومات باش هكا كتستافدوا اكثر، هادشي للصالح ديالكم نتومايا. ان حنايا نورمالمون حنا غنعطيوكم لا فورماسيون ولكن باش تستافدوا اكثر خاص الحضور ديالكم، خاص لي ريغيرش اللي كيعطيكم الاساتذه تقلبوا عليهم تزيدوا تبحثوا عاوتاني اكثر باش هكا تكون واحد الاستفاده اكثر. دونك هذا هضرنا على زوم. بالنسبه للتكوين عندنا فيه المده ديال 4 شهور، عندنا جوج حصات في الاسبوع دائما كل سبت وكل حد مع 8 ونص الليل. الاخوات اللي سالوا قالت داك السبت والحد ما عرفنا ما نديروا فيه تلفوا كاع ياك استاذ ربيعه كانت شحال وحده قالتها لي انا ما كنرد كنرجع لكم غير الهضره كتقول لك تلفنا سبت الحد كان عندنا ساكري عندنا لا فورماسيون ديالنا تنجلسوا مي مشات لا فورماسيون ما بقينا عرفناش نديرو، ولكن ان شاء الله راه غادي يشوفوا شنو غادي يقادوا. دونك هنايا عندنا جوج حصات في الاسبوع، عندنا واحد المجموعه ديال لي موديول اللي كنقولوا حنا اي مربيه من الضروريات انها تكون عارفاهم. هادو دي شوز اللي ما يمكنش شي مربيه ما يمكنلهاش تعرف هادشي. بيان سور هنا تنخدموا بزاف على النفسيه ديال الوليدات، على الطريقه ديال التعامل مع الوليدات، لان المنهج ولا القرايه اولا الطريقه شنو غادي تقريه الحروف هذاك الشيء كلشي كيكون عندكم في المقررات، ولكن حنا تنركزوا سورتو على داك الوليد، على ديك المربيه كي خصها تكون، داك الوليد كي غادي نستقبله. دونك كتاخذي المعلومات مي كتدخلي من باب المدرسه حتى كتوصلي للوليد القسم حتى كتوصلي للحفله كتوصلي بزاف ديال الحويجات. دونك هذا هو المجمل ديال التكوين ديالنا، اساتذه كثار اللي غيقوموا بهذا التكوين هذا. دونك اللي كاين عندنا عندنا تسجيلات الحصص اللي هي من اهم الحوايج في هذا الاكاديمي ديالنا، انهم الحصص ديالكم مسجلين. اي حصه كدار لو السبت والحد نهار الاثنين كتلقاو الحصص محطوطين كيمكن لكم تستافدوا حتى الا جات ظروف. حنا ما تنهضروش انكم تاخذوا غير التسجيلات، ان ملي كتجي ظروف وما قدرتيش تحضري دونك الحصه ديالك ما كتضيعلكش كتلقايها مسجله. دونك التسجيلات كيبقاو عندكم مدى الحياه، وقت ما بغيتوا ترجعوا للتسجيلات ديالكم كتلقاوهم. دونك ها هو لا بلاتفورم، ها هي الاستاذه سكينه ولا الاستاذ عبد السلام ها هو تيوريكم لا بلاتفورم ديالنا، هي هذه هي الاستاذه حنان كدير الدرس ديالها. دونك هذه هذا هو المجمل ديال التكوين ديالنا. بالنسبه للشواهد راه حنا الشواهد عندكم في اخر الدوره اللي فريمون تاحوا فرص بزاف ديال الاخوات انهم شغلوا بهم انهم دفعوهم. بحال اللي قلت لكم قبيله استاذه سكينه كاينه اخت معنا الله يجازيها بخير كانت دائما كتحضر يمكن غير دابا ما مسالياش. الشواهد ديالنا هي بغات التعليم الاولي عطاوها الابتدائي بالطريقه اللي مشات بالمعلومات اللي مشات بهم. دونك هنايا حاولوا تستافدوا، حاولوا تاخذوا الماكسيموم من الاساتذه، وبيان سور ديروا اجتهادات ديالكم باش كتكونوا اللي كنهضروا على المربيه المبدعه المتميزه. حنا ما بغيناش مربيات عاديين، مربيات عاديين موجودين، ولكن داك التميز ديالك وداك الابداع ديالك هو اللي كيخليك عندك اون اوبورتينيتي طالعه باش كتقبلي في سوق الشغل.
هذا هو اللي كنلعبوا عليه حنا في الاكاديمي ديالنا، باش كنحاولوا نعطيكم بزاف الحوايج من بين الحويجات اللي كتميز التكوين ديالنا هو اطفال التوحد، هو التكوين في اطفال التوحد، لان مجموعه الاساتذه ما تيعرفوش يتعاملوا معاهم. دونك هنايا ملي تيكون عندك واحد النظره على هاد الوليدات راه كتمشي فيه. عندكم الحساب الذهني الياباني، يمكن حتى واحد ما كيعرف يدير الحساب الذهني، حنايا في الاكاديمي ديالنا تنعطيكم تكوين في الحساب الذهني بالنسبه للوليدات، كنعطيكم كتاب اللي هو واجد كتهزوه كتطبعوه كتخدموا به. دونك هنايا كنوفروا لكم جميع الكتب، اي حاجه تساعدكم. نعم استاذه محيل يا قطعتك، غير بغيت نشرح غير واحد المساله واخا غادي نقولها بلاصه استاذ عبد السلام. كاين اللي كيربط الحساب الذهني بانه غادي خصو يكون كيقرا مثلا عنده مع المات او لا شي مات غادي يقراه ولا شي حاجه وكيتهرب منه، كيقول انا ما عنديش مع الحساب ما عنديش مع سميتو، ولكن راه الاستاذ عبد السلام راه كيشرح الحساب الذهني بواحد الشكل رائع جدا وما عنده حتى شي علاقه بالمات او لا شي حاجه، يعني حساب بسيط جدا. دونك الا كان الاستاذ عبد السلام غادي يزيد شي اضافه شكرا لك استاذه سكينه. كما قلت لكم بالنسبه للحساب الذهني ما كيحتاجش انك تكون عندك مع رياضيات، هو فقط عباره عن عمليات حسابيه ديال الجمع والطرح والضرب والقسم والجذر بعد في مستويات اللي هي متقدمه. اما بالنسبه للاستراتيجي اللي دايرين حنا بالنسبه ليزيدوكاتريس بري سكولير هو كيفاش انكم تخدموا الارقام، توريو الوليدات الارقام او ميم طون تدخلوا لهم لا نونسيون ديال الكالكول مونتاج جابوني بشويه بشويه. علاش؟ حيتاش كاين وكاين امتدادات ديالو في البريمير، كاين بزاف المدارس ولاو كيدخلوه في لي زيكول، وبالتالي وليد اللي عنده 3 ولا 4 اون بدا بالحساب الذهني ومشى للبريمير ولقى الحساب الذهني غادي يكون عنده واحد لافونتاج اللي هو كبير وكبير جدا. شكرا لكم استاذه فتحه والاستاذه سكينه والاخوات كاملين. استاذه فتحه كملي لنا على البروغرام. هذا هو المجمل ديال التكوين ديالنا، بحال اللي كنقولوا حنايا تنعطيكم شي حويجات باش تميزوا في التكوين، خاصنا التميز، ما كنبغيوش التكوين عادي. كنسمعوا بزاف التكوين في ديداكتيك ما ديداكتيك، هذاك ديداكتيك ما عندناش حنايا، حنا تنعطيوك المسائل العمليه، كنعطيوك المسائل اللي غتخدمي في القسم ديالك، ما غاديش نبقاو داك المسائل النظريه راه ممكن تقراوها ممكن موجوده في اي بلاصه، ولكن تطبيقي اشنو غتخدم اشنو غادي دير هو اللي كتاخذوا هنايا باش كتمشيو مؤهلين. بحال اللي قلت لك اغلبيه الاخوات ما دازوش من ستاج، مشاو ديريكتومون تافيكتاو لا كلاس لانهم عارفين ملي غيدخلوا القسم شنو غيديروا الملصقات هذه اي حاجه كيكونوا عندهم علم بها، عارفين المسائل ديالهم. دونك نتمنوا لهم كل خير، نتمنوا لهم واحد هذا. كاين اخر دوره كنهضروا على شويه ديال التسيير ديال الاطفال، لان كاين مربيات اللي دخلوا معنا غير مربيات ولاو دايرين الروض ديالهم، كيفاش يسيروا الروض ديالهم، كيفاش يقادوا هاد الروض. واخر موديل اللي كنخدموا عليه تنخدموا على المهارات الوظيفيه. بيان سور اون فوا كملتي التكوين ديالك اشنو خاصك ديري، خاصك تدفعي سوق الشغل، خاصك تخدمي. دونك باش غتخدمي خاصك ان سي في، خاصك شي لتر دو موتيفاسيون، خاصك بعض المهارات اللي خصهم تكوني تكتسبيهم. دونك ان شاء الله ديك الساعه كنشوفوهم مع الاستاذه سكينه. هنايا بحال اللي كنقولوا تكوين شامل على مربيات التعليم الاولي. دونك مرحبا بالجميع، نتمنى نكون عطيت واحد نبذه ولو قصيره على هذا التكوين هذا. دونك الا كان شي واحد عنده باغي مازال معلومات حاول يتواصل مع لي كوميرسيو اللي عطاوهم لو ليان، وديك الساعه غادي يزيدوهم معلومات اخرى ان شاء الله. استاذه فتحه عندي واحد الاضافه، هو الموديول اللي غادي نشوفوه مع استاذه كريمه ديال التربيه الصحيه والاسعافات الاوليه اللي كتهضر فيه على يمكن الحوادث اللي كنقدروا نصادفوها مع الوليدات اوكور ديال لا سيونس، او الامراض اللي كتكون عند الوليدات كيفاش كنقدروا نتعاملوا معها. اذا غير استاذه كريمه كانت غادي تحضر معنا اليوم، غير هي مشغوله شويه وكتعتذر لكم. فوالا الشيء اللي كاين. ما عرفتش استاذ عبد السلام واش عنده اضافه، او استاذه حنان، او اي واحد عنده اي سؤال يتفضل معنا. داكو، الا كان سميت واحد القضيه اللي كنا تكلمنا عليها بيان سور كنا درنا عليها اجتماع، حنا كنحاولوا دابا نلقاو دي زوبورتونيتي كيفاش اننا نساعدوا في ايجاد الشغل ان شاء الله. كاينين بعض لي زاكسيون اللي دابا كدار يعني بطريقه اللي هي عاديه،
يعني على حسب المستطاع ديالنا بيان سور، كنحاولوا ان اللي سولنا كنصيفطوا لي السي في ديالنا انسي دو سويت. حنا ان شاء الله خدامين على واحد الكونسيبت ان شاء الله ديال التشغيل الخاص بانزان، غادي يكون خاص بالمؤسسات، عندنا مجموعه المؤسسات عندنا معهم علاقه. بيان سور غادي نحاولوا نقلبوا على مؤسسات اخرى، غادي نهبطوا معاهم نديروا معاهم دي كونفونسيون باش ان شاء الله سواء بالنسبه للي ستاج سواء بالنسبه للخدمه، وكنحاولوا نخدموا على لي فالور لا فالور اجوتي ديال موبي كما قالت السيده فاتحه تبارك الله، زعما التكوين ديال السيده حنان والتكوين ديال الاخوات كاملين والسيده كريمه، التكوين اللي كندير، التكوين ديال السيده امال والتكوين ديال السيده سكينه واللي فورماتور كاملين اللي بيان سور كيحاولوا يخدموا على لا فالور اجوتي والمسائل العمليه اللي محتاجينها في سوق الشغل. حنا بيان سور لا كومونيكاسيون ديالنا مع هاد المؤسسات هذه غادي تكون على هاد الاساس، هذا هو ان انت كمؤسسه شنو خاصك، شنو كتحتاجي، شنو هما لي كومبيتونس اللي كتقلبي عليهم. حنا في الاكاديميه راه عندنا كاع داكشي اللي غادي تحتاجي، اي ميم غادي يكون دو بلوس، غادي يكون واحد لا فالور اجوتي لا فورماسيون براتيك فيها واحد البارتي ديال الكرياتيفيتي كبيره جدا في جميع المجالات. وبيان سور غادي يكون يعني الحمد لله زعما العلاقه ديالنا اي وحده مشات لان ايكول ولا اون كريش الحمد لله كانوا ابتسامات جميله جدا. حنا غادي نشوفوا كيفاش سيستيماتيكمون نقضيو هذه القضيه هذه، يعني بحال قلتي شي طريقه اللي حنا خدامين عليها ان شاء الله باش اون فوا تساليو لا فورماس تساليو مثلا المهارات الوظيفيه مع السيده سكينه، ناخذوا لي سي في ديالكم اللي تصيفطوهم لينا وداك الشيء نصيفطوهم بواحد الطريقه اللي هي اوتوماتيكمون لجميع المؤسسات، وديك الساعه المؤسسات غادي تعزل ديك الساعه على حسب القرب على حسب لا ديسپونيبيليتي ديالكم بيان سور، وباش نحاولوا ناكتيفو هذه المساله ديال التشغيل، حيتاش فريمون الحمد لله كاينين دي كومبيتونس وكاينين مهارات كثيره اللي كدا في لا فورماسيون باش ان شاء الله ما تضيعش وتمشي للارض الواقع. بيان سور هذا فقط ك يعني واحد الحاجه اللي غادي نحاولوا نديروها، مي كتبقاو نتوما والرغبه ديالكم، كل ما كنتوا راغبين بالحاجه كل ما غادي تلاقاو وكل ما غادي تمشيو لك الشيء اللي بغيتو بواحد الطريقه اللي هي سريعه جدا، حيت كل شيء على الرغبه، كل شيء شنو نتوما بغيتو. يعني الواحد الا كان كيقلب على شي حاجه غادي يلقاها، مي حنا غادي نيسوا هذه القضيه هذه ونسهلوها ان شاء الله بلي زاكتيفيتي ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم، ولا كان شي تدخل اخر تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك استاذ الاسلام، شكرا لك بزاف. نشوفوا الاخوات الى عندهم اي تدخل، الاخوات اللي الى عندهم اي سؤال بقى بخصوص تكوين. استاذه شيماء تفضلي. شكرا بزاف استاذ الاسلام على الكتاب ديال السر، فعلا قريته رائع، والفكرة العامة أنه كما قلت لينا تخيلوا راسنا رحنا في وسط القسم مع الوليدات ديالنا وكان اديو الوظيفة ديالنا على أكمل وجه، وإن شاء الله القريب العاجل غادي يكون داك الشي اللي بغينا، الجذب هو كل شيء. شكرا بزاف، تغير التفكير ديالي بزاف أنا بعدا غير في هذا ما بين ديك الحصة ودابا، والله ما شاء الله واحد الكتاب رائع زادنا بزاف ديال لي نوسيون، شكرا بزاف. ان غون بليزير، مرحبا وسدا شيماء. فوالا كنظن سدا ربيع عندها شي اضافه، تفضلي معنا. السلام عليكم. انا بغيت نشكر الاستاذ عبد السلام باسكو ما شكرتوش في اول التدخل ديالي، دونك كنبغي نشكره بزاف بزاف، استفدنا منه بزاف، وكنشكره على هاد لا فورماسيون اللي كيدير، وميرسي بوكو. انا اكتشفت بزاف الحوايج تغيروا في شخصيتي بالكوتشينغ، بالسيونس ديال الكوتشينغ اللي كندير معاه. قبل ما نمارس معنا ما كنمارسش باقي، ما بديتش الممارسه، مي دو كوتي بيرسوناليتي بزاف د الحوايج تغيروا، وشفتهم دي شوز كونكريت يعني سور تيران. شكرا جزيلا، نسون فيير داتر بارمي فو، ونتمنوا من هنا لقدام نشوفوا حوايج زوينين كيف ما عودتونا. شكرا جزيلا. شكرا لك بزاف استاذه ربيعه، بالعكس انتم اللي
كتبخاتيكي وانتم اللي مهتمين بالموضوع، حنا كندير اللي علينا وان شاء الله ما نخيبوش الظن ديالكم ان شاء الله. شكرا لك بزاف، وشكرا لكيب كاملين ديال انزان والسيده فاتحه والسيده سكينه والسيده مريم والسيده هدى والسيده سليمان والسيده عماد والسيده ياسين وليكيب كامله اللي واقفه تبارك الله والسيده حسنا. كنشكرهم كاملين بالاضافه بيان سور لي فورماتور اللي هما من العائله ديالنا. والسيده حنان تبارك الله عليها دائما معنا في التكوينات وفي الكلوب تبارك الله، يعني واحد لافالور اجوتي كبيره جدا في المغرب وخارج المغرب. وشكرا لك استاذ عبد السلام. شكرا استاذ عبد السلام. اكيد دونك كاين واحد التساؤل على حسب لو سيت ويب بالنسبه للاخت هدايه كتسول على لو سيت ويب التسجيل ديالو. حنا اون فوا كتبغيو راه حنايا لي كوميرسيو اللي تواصلوا معكم اولا اللي عطاوكم لو ليان راه غادي يتبعوا معكم ايتاب باغ ايتاب. استاذه فاتحه كنظن هذه استاذه سماح اللي معنا ديجا في لا فورماسيون بغات تشوف الحصص. انا كنت دابا نتواصلوا معاك باش نشوفوا معاها كيفاش تدخل لو سيت ويب. اخي اكيد دونك مرحبا اي حاجه في لو سيت ويب اولا المسائل التقنيه راه حنا كنتبعوها معكم ايتاب باغ ايتاب حتى كتدخلوا حتى كتشوفوا لي سيونس ديالكم. غير كونوا هانين هاد المساله ما تضربوش لها حساب. دونك كانت سولات واحد الاستاذه انها كتقري عن طفل توحد بوحده. حنا هاد لا فورماسيون هاد لا فورماسيون مدخلين فيها اطفال توحد لان اون طونك ايدوكاتريس ضروري ما يجيك عندك ان اونفون اوتيس دونك هنا خصك كيفاش تعاملي معاه. دونك ماشي كاينه فورماسيون لي خاصه بالتوحد ولكن هنا لا فورماسيون ديال المربيات كندخلوا لكم ان موديل ديال الاطفال التوحد. دونك هذا هو اللي كاين. استاذ السلام نشوفوا دونك هذا هو نقولوا ملخص ديال التكوين ديالنا. دونك الا كان شي اضافات اخرين حنا ان شاء الله الا تواصلتوا معنا راه غادي نزيدوا ندعموا لكم المعلومات او لا اي حاجه بغيتوا مرحبا. دونك بحال اللي كتشوفوا هنايا كل موديل عنده عدد الحصص ديالو كيكون عندكم ان بروغرام لي بيان ستركتوري باش هكا كتبقاو متبعين عليه حتى كنوصلوا لنهايه ختام ديال الدوره. دونك ان شاء الله بدايه الدوره تسعود غتكون قريبا ان شاء الله هاد الاسبوع الجاي يمكن غادي نحاولوا نبداو هاد الاسبوع. دونك ديجا كاينين معنا الناس اللي ديجا بادين معنا والناس اللي غيلتحقوا بينا دونك مرحبا بالجميع. نشوفوا استاذه سكينه الا كان شي تساؤل او لا شي حد اخر بغى يطرح شي سؤال كيما بغى يكون مرحبا. نشوفوا شي تساؤل للاخوات اللي حاضرين معنا اللي عندها اي تساؤل باقي بخصوص التكوين دير لوفي لا ما او لا تاكتيفي الميكرو ديالها. فوالا بالي كل شيء واضح كنظن تشري بالي ما عرفش استاذه كتقول لك الحصص اللي خدموا معاهم مع الاساتذه ما عرفش واش استاذه فاطمه الا كان ديري الميكرو ديالك وشرحي لنا باش نفهموا شنو السؤال ديالك. مشات ليا ممكن نشوف حصص اللي خدمتو معاهم مع الاساتذه بارطاجيتو شكون اللي كان بارطاجي الحصص راه كان وراهم الاستاذ عبد السلام الحصص كلهم اللي كنا كنديروهم في لا بلاتفورم ديالنا. دونك استاذه حنان كاين شي اضافه عندك استاذه؟ مرحبا. دونك تبارك الله وما شاء الله كل واحد في الفريق كفه ووفى كذلك المربيات شاملات متميزات يعني كنت كنتمنى يهضروا كاملين يعني بحال اللي كنقول لكم دائما نديكم شي فرصه تهضروا غير هضروا لان هذه واحد في حد ذاتها هذه راه واحد ستاج. هذا اللقاء اليوم راه ماشي غير حفل يعني راه فيه واحد فيه تهوار درس يعني انا مي غناخذ البريز دو بارول مي غنهضر مي غنبريزونتي راسي مي غادي نعبر على الاحساس ديالي على التغيير اللي طرا عليا
كن متاكده انك تغيرتي. دونك باقي الوقيته دابا خذوا هذه المبادره، هضروا مورا ما غنهضر انا، نبغي نشوف شي ثلاثه ولا اربعه يعني قالوا اي بوكو با حتى انا نهضر اش غيوقع كاع، واخا نقول غير شكرا للاساتذه مثلا. هذه اقل حاجه، الصوت ديالكم يتسمع. كمربيه خصك تكون عندك الجراه، خصك تكون يعني اي موقف جا مفتش عندك، جا مدير عندك، ما غنسكتش وما ندافعش على راسي. هذه هي هذا النهار، هذا هي ديك الفرصه باش تاخذ الكلمه تعبر على شنو عندك الداخل، واش عجبك الحل، واش عندك مشكل، واش ما عجبكش الحل، كان واحد النقص. وللاسف انا بحال دابا قلت الاستاذه فاتحه كنا كنهضروا هاد اليومين وكنقول لا انا يعني كناخذ وكنبحث، وكانت في الدوره ديال الكوتشينغ قلت لا انا كخصني كل فورماسيون ديال الكوتشينغ تكون احسن ومتميزه، يعني ماشي لك قبل ما كياخذوش، لا كنزيدوا ولا كنبدلوا ولا مهم كنعمل دي زيفور. علاش؟ حيت انا ما كنكونش راضيه على راسي. مثلا قالت لي لا كتديري داكشي مزيان، قلت لها شوف انا كنحس براسي نهار اللي ما كنعطيش الحصه مزيان وكنوبخ راسي وكنقول نوح انا ما خصكش كنقصي من هذه وتزيدي في هذه، كنوبخ راسي. دونك حنا كنتمنوا نسمعوا حتى لي غومارك، ماشي يعني ماشي مزيانين ولا صافي دير حنا راه ماشي مزيانين، لا تقدر نتوما تكونوا شفتونا من واحد الوجهه نظر. ما عرفتش الاستاذ عبد السلام واش غيشاطرني الفكره والاستاذه فاتحه وسكينه. احنا كنبقاو راه اشخاص، يعني انا مثلا كتجي غير بنتي بغارتي تقدر السيناريو كامل كيتلف، فهمتي؟ نقدر شي حاجه ما تكونش يدك، نقدر نكون سيبا شي معلومه، شي واحد عنده معلومه اكثر انا ما عطيتهاش كلها، يعني دي غومارك. ولا مثلا بغينا يتزاد هذا الموديل هذا، ولا شي وحده عندها فكره على شي فكره، احنا من هاد لي غومارك ديالكم سواء كانوا ايجابيين او سلبيين هما كيزيدوا بالجوده ديال الدورات الاحسن ولا المستحسن الاحسن ولا الحسن جدا. هذه النقطه الاولى، حاولوا تعلموا تعبروا على الحاجات اللي بقى لكم فيها الخصاص. انت غتكوني مربيه عندك قسم فيه السبوره ولا سبوره مكرفصه ولا ما فيهش داك المسائل هي ديك، دونك انا معلمه وهذاك ديريكتور ما نقدرش نهضر لا مزيان لا القسم لا هذا لا العيال مزيانين، ولا مثلا كتجيك عندك واحد لا مامو لا العائل مزيان. انا وقعت لي هذه، مشيت مع الطفل التوحدي عند المدرسه وعندي واحد المقياس ديال كونكور خصني نعملوا السلوك ديال الطفل، كنسول الاستاذه وكنت كنتمناها تصارحني لا مسكين ما كيعملش لا مسكين. انا ما كنتسناش ماشي جيت من البوليس ولا كنستفسر شنو كديري، بغيتك تقول لي الحقيقه، وانا عارفه ديك الولد داكشي اللي كتقول لي ماشي هو بصح. دونك تبارك الله عليكم، حاولوا عملوا لي خاطري ويهضروا شي جوج اخرين باقي ما هضروش باش نشوف واش كنأثر فيكم. هذه الاولى. ودابا عامله تحدي ولا حشموني راه الغالب الله، لكن انا ليكيب ما غيغلبونيش، هاد المربيات زوينين كانوا معايا ما غيحسمونيش وغيهضروا شي جوج غير جوج، عطوني غير جوج نستعطوهم اللي ما هضروش. ما طلبتيش بزاف استاذه والتحدي راه ما نحسم راسي انا غير بجات بركه. سينو حاولوا ما توقفوش هنا، انا بعدا في الموديل ديالي التوحد راه ما عطيتكم والو، زيدوا قلبوا، قولوا الاستاذه حنان ما عطاتنا والو، نزيد راه بحر، وكل نوبه كل نوبه راه كيتبدل، كل نوبه راه كاين المستجدات، وما نثقش في اي حاجه، ما نسمعش اي حاجه، ما نمشيش مثلا انا كمربيه نشوف اليوتيوب ونجيب داك الشيء اللي التكنيك اللي تما وغادي نديرهم على الطفل، لا ما ندير المقاييس، لا ما نعرف الحاله ديال الطفل. دونك المزيد من التالق والاجتهاد والطموح والهدف، اللي ما عندوش الاهداف راه ما كيوصلش، ما عنده لاش يوصل. انا مثلا باغا ندير واحد الانجاز واحد 6 شهور نكون عملت دبلومات نكون تكونت نكون عملت غنقرا غنجتهد، سينو ولا ما درتش داك المده الزمنيه ديال 6 شهور ما درتش داك هاد العام خصني ندوزو هكا، يعني ما عنديش هدف ما غنتعب على حتى حاجه. دونك تبارك الله عليكم وسعداتكم والله العظيم سعداتكم. علاش؟ حيتاش كتاخذوا دوره فيها بزاف د الحويجات، بزاف د الحويجات غتخدموا فيهم ماشي في مجال واحد. شحال من وحده غير في الموديل ديال الحساب الذهني عملات مشروع ديالها، شحال من وحده حنا شفنا لالا زين جوكوا كو سيتي زين ديال اللي نجوى خوا نجوى دير مدام نجوى اللي تبارك الله عجباتني، ماشي حيتاش غادي للتوحد ميمكم شات الحساب الذهني
حيت هي اختارت عرفت عملت تقييم راسها تبغافوا عليها تفقوا عليها شي تصفيقه كبيره على مدى بنجوى تفقوا عليها كي كتشحط داك التصفيق فيها برافو استاذه نجوى عملت تقييم راسها دخلات الهادي ودخلات الهادي وقالت نو نجوى انا غنعطيك التوحد دونك هي شوف كيفاش عملت تقييم راسها يعني برافو عليها دونك وي برافو وطبعا كاينين بزاف من النجوى غيحشموا يهضروا كاين بزاف من وحده دابا حاليا كتقول اي بوكوا با انا بدي غندير غنشوف الحساب الذهني ولا غنشوف الكوتشينغ ولا جو سي با دونك ما توقفوش عافاكم نبغيو عاود من 4 شهور يعيطوا لي استاذه فاتحه استاذه سكينه واش تكوني معنا حفل التخرج داك المربيات راه بقاو مجموعين ودخلوا لواحد الفورماسيون مع بعضياتهم هذا حلم ياك استاذه فاتحه وغيتحقق واحد النهار ضروري ضروري دونك تناقشوا بيناتكم ومرحبا بكم للتوحد ما تمشيوش عند الاستاذ عسلم اجوا عندي انا شو استاذ حنان احنا غنشوفوا دابا شكون اللي غادي تهضر يلا الاخوات باش استاذ حنان ما تنساش عطيوني جوج عفاكم باش نعرف انني كان استاذ فاطمه قالت لك سيدة إيمان كيمشي لها الصوص بزاف دونك سيدة فاطمة قالت لك حشمات تهضر ولكن بحال اللي قالت أستاذة حنان هذا المجال ديال المربيات ما خصوش يكون فيه الحشمة لأن عندك علاقة مع الوليدات عندك مع لي بارون عندك مع الإدارة عندك مع المفتيش عندك دونك خاص تكون عندك القابلية أنك تهضري توري دونك هذا هو اللي كاين فاطمة الاستاذ المدير ديال المركز كيسمع ولا ما هضرتيش راه ما غيخلينيش نخدم معاه هضري الله يعطيك الصحه استاذ عبد السلام معنا على المباشر عافاك بوغ موا راه غيخرجني استاذ عبد السلام ولا ما هضرتيش هذا فاطمه واحد زوج شوفوا ايش استاذ اخرى شوفوا استاذ اخرى الا كان شي استاذ اخرى بغات فاطمه انا اكيد انا مأكده فاطمه غتهضر قول غير السلام عليكم صافي وما تزيدش اكثر يمكن ما عرفاش اكتيفي الميكرو ديالها استاذه فاطمه كتبان لي اكتيفي الكاميرا ولكن الفيديو هذا ما اكتيفيهش حيدي الميكرو الميكرو بالا برافو فاطمه واحد زيد فاطمه زيد اوكور زيد السلام عليكم الاخوات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين برافو عليكم السلام فاطمه برافو فاطمه صفقوا على فاطمه برافو برافو هلولا زيد لاله فاطمه كنشكركم بزاف كنشكركم كاملين على هذا الحضور الجيد اللي كنستافدوا منه كاملين وكنتمنى نكون كل استاذه معكم جيده اكيد ان شاء الله اكيد زيد زيد شويه زيدي شويه انت نعلاين هب سيري سير خليك هكا احني راسك وهضري احني راسك هكا وهضري بركي عليهم صافي وصفقوا لي على فاطمه برافو برافو عليك فاطمه برافو فاطمه الحمد لله استاذ عبد السلام غيدير لي والو الحمد لله استاذ عبد السلام هاي هضره باقي لك الثانيه باقي الثانيه حاشا لا بالعكس استاذه جيده انت هي بالعكس ما نقولوش بحال هكاك انه غادي واش كوجي فاطمه فاطمه عاد صافي عاد تيقس ما كنتش عارف زيدي قولي له شي حاجه اخرى شي حاجه اخرى فاطمه زيدي قولي لنا شي حويجه اخرى باش يتيق شويه دابا باقي المهم يلا 50% عافاك عافاك كملي يا فاطمه كملي عافاك زيدي عطا بالكم شي تزغريته اللي عندها سهله حيت اش ودابا هذا حفل مسمى لا تزغر لا تزغروتات لا صلاه النبي لا والو دابا ايوا استاذ سكينه غدير تزغروتات الله جاي لها سيدنا محمد الله معيش جاي العالي الله الله شكرا لك استاذه فاطمه تبارك الله عليك تبارك الله عليك استاذه وان شاء الله مزيد من التهلا تبارك الله تبارك الله عليك دونك من اليوم الفوق ما تبقايش تسكتي فاطمه شكرا بزاف على انك شجعتيني انني نهضر ونتكلم انا من النوع اللي كنحشم بزاف ولكن عندك الحق في هذا الميدان ما خاصهاش تكون الحشمه ما خاصهاش تكون خاص كي تكوني اليز مع المدير مع اي في اي بلاصه اي بلاصه كنتي خاصها تكوني تعطي الحضور ديالك فاطمه كتعرفي انك متميزه اكثر من قياس عندك كتلعبي في النظارات الصوتيه كان احساس كتحسيه
تهضري مع المدير وتبارك الله عليك، ما تضيعيش هاد المهارات اللي عندك. عندك التوصيل متميز والله العظيم، كتلعبي على النبرات الصوت. نعطيك واحد الطريقه باش تحيدي الخجل اللي عندك. سيري هضري بغارة المرايه، لبسي وبريزونتي راسك بغارة المرايه. فوالا السلام عليكم، سي مدام فاطمه، بالعربيه بالشلحه بالريفيه باللونجلي بالالمانيه، اللغه المتداوله عندك داكو. وعملي واحد التنفس من البطن ولي زيبول ديالك يكونوا مطلوقين بحال هكا. وهانتي نردي الخبر على اي استاذه كتواصلي معها، سواء فاتحه سواء سكينه ولا في الجروب، وقول لهم واش اكتسبتي الثقه في النفس. عندك طريقه الهضره، كتهضري واعره، كتهضري واعره البديه اللي صعيبه. نشكرك بزاف بزاف بزاف، كنشكرك انك شجعتيني، وهذه فرصه لي انني نعملها. ونقول لك حاجه اخرى، فاش تعرفي راسك وصلتي للنجاح، هذه ليكم كاملين، فاش ما تبقايش تخرجي الربو حدا المرايه. دونك علاش؟ حيتاش المرايه ها هي، انا عندي ستريس وعندي حشمانه اسمي، كيخرج لك واحد الربو. دونك انتينا مرتاحه ما كيخرج لكش داك الربو، ما كتضببيش المرايه. معكم مدام حنان، انا عمري قده فورماتريس، فوالا. يعني كتبقاي داك الرق كترطيه انت لداخل بشويه بشويه، ابخي ما كتبقاش يخرج لك الربو. عرفي راسك ديباسيتي الخجل، وعمرك ما غتبقاي توقفي. هذه نصيحه ليكم كاملين في الكومونيكاسيون، كيفاش تبريزونتيو، كيفاش تحيدوا الخجل، كيفاش تعرفوا راسكم انكم ما بقاش عندكم ماشي فوالا غير في المرايه. الخجل تيكون عندي في الاول تيكون عندي الخجل بزاف، ولكن اون فوا كنتواصل مع الناس وكندي عليهم كيف ما تيقولوا، صافي الحمد لله تنطلق معاهم. ولكن في الاول ديك البدايه كي كيقولوا المشكل هي البدايه. دونك دابا البدايه، سيري المرايه ومتوصلي المستوى، ما تبقايش ديري الضبابه، قربي عند المرايه. هذه كنقولها انا، حتى كان عندي واحد التكوين في البلاصه، الدراري اللي غيديروا الماستر اللي كيبيعوا في البريزونطاسيون، يعني كيكون هو في الكتاب وداكشي مزيان، ولكن ملي كيجي بريزونتي راسو يبقى يعمل بيدو هيدا ويتلف ويزرق والنفس كيتقطع فيهم. دونك كنقول لهم ديروا تدريبات بغارة المرايه. هذه دي موديل في الكومونيكاسيون، كنمشيو بغارة المرايه. الوقت اللي ما نبقاش نخرج الربو في المرايه، نعرف راسي انني ديباسيت داك البديه، ما بقاش عندي مشكل. بحال دابا انتينا بدينا الفورماسيون في الاول نعلي يدي، فوالا فاطمه وتبارك الله عليك، عندك نبره الصوت كتخدمي عليهم، يعني غتعرفي فوق تعلي الصوت فوق تحني الصوت فوق. هذه عندك مخدومه، لان عملتي واحد لو باساج دابا عاد على المدير على هذا، الطريقه عندك زوينه. بون كونتينياسيون، كنتسناو الثانيه ان شاء الله. شكرا بزاف بزاف، عطيتيني واحد كيف ما كيقولوا واحد اجتهاد كثير، وغادي نخدم على المرايه. شي المرايه غادي نخدم عليها اكيد، ونجبر الخبر عند فاطم، عند فتحه، ولا عند الاستاذه سكينه ان شاء الله. ان شاء انا غير هذا التكوين كان عندي فيه واحد التخوف كثير. انا عمري ما جربت التكوين عن بعد، وعمري ما دخلت فيه. وكان عندي داك العام اتصلت بيا استاذه، ما عقلتش على سميتها، واحد الاستاذه، ودوات معايا وشرحت لي، وما كانوش عندي الامكانيات انني نقرا وهاد العام عاوتاني عاود اتصلت بهم وقلت لهم انا واش بامكاني ندخل، رغم انني شفت المميزات اللي كانوا داك العام. ماشي مو هاد العام. الو وي سنه صدامه، مميزات اللي كانوا داك العام ماشي هما دابا، على ماشي الاساس الدولي شي حاجه، على اساس بالنسبه للثمن. الثمن كان دايرين داك العام، كانوا دايرين تخفيضات على اساس كانت واحد الجائحه ديال كورونا، كانوا دايرين واحد المميزات تخفيض كثير، وانا ديت على هذاك التخفيض، وانني هذا العام باغا ندخل على هكاك. ولكن الحمد لله ملي دخلت عند استاذه شرحت لي وقنعتني، وانا تشجعت انني نحضر لهاد نحضر اليوم باش نشجع اكثر، على اساس انني ما بغيت انني ملي شفت وليداتي بداو كيكبروا، بغيت انا ندخل بالنسبه للمدرسه اللي قرا فيها، بغيت انا نقري فيها باش نكتسب تجربه،
ومنها استفد من استفد على حساب وليداتي. ان نتمنى تكونوا فهمتوني. بيان سيغ احنا غير تربينا بصوتك ساكتين فهمتي، ماشي يعني احنا ما فهمناكش، لا ماشي كان انت بغيتي تواكبي ولدك وتاخذي التجربه مع وليداتك في ذاك الام ذاك بونجور ميتريس بونجور هذا وليداتك في يدك وغتكوني متميزه وسيرتو دابا ملي حيدتي الخجل غتكوني ان شاء الله وغتوصلي لها. غير البديه تفكريني ديما البديه هي اللي نبداها. شكرا. حيت جاتني هذا العام قاصحه، كان غير ولدي واحد اللي كيقرا في البريفي، هذا العام غادي العام الجاي ان شاء الله غادي يطلع ولدي لاخر سي بي، يعني غادي يكونوا عندي جوج، غتجيني قاصحه بزاف. قلت من الاحسن ندير تكوين ونكل لي داك المؤسسه اللي غادي يقرا فيها ولدي، حتى انا نقري فيها، انا قريت فيها، غادي نكتسب تجربه ومنها غادي نستافد نيت من طرف ولدي واحد، من طرف ولدي غير واحد فهمتي. دونك غتوصلي ان شاء الله. بونك وغاز وتبارك الله عليك وصفقوا عليها صفقوا عليها. شكرا برافو. دونك كنتمنى الثانيه اللي غتعطى انني دويت معكم، مني دويت ما نكذبش عليكم، ارتاحيت بزاف كما كان كيقولوا الاخوات في الاول، نتوما راه عائله ماشي غير في التكوين، راه كتسولوا على بعضياتكم وكتستافدوا من بعضياتكم بزاف. بالضبط استاذه فاطمه. اوكي دونك ثانيه كان نحن يا دزنا المحاور، باقي لك شي وحده اخرى استاذه حنان؟ وحده باقا خاصها تهضر. السلام عليكم. ها هي الثانيه. السلام عليكم استاذه فتيحه. اهلا ايمان. السلام عليكم استاذه حنان. عليكم السلام. انا بصراحه مازال ما ساليتش الدوره ديالي، ولكن ملي قلتي خصي وحده تهضر ما بغيتش نخيب لك الامان. استاذ عبد السلام صافي، دابا ما عندكش دابا ما عندكش حتى حجه، دابا هما هضروا جوج ويمكن يفاجئوا كيهضروا كامل. وعليكم السلام. بوركوا با عبد السلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كاملين. استاذه سكينه الحمد لله. استاذه ايمان مرحبا بك. المربيات ديالنا كاملين ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تبارك الله عليها تفقوا عليها حتى هي تفقوا عليها حتى تهدف. برافو عليكم. دونك برافو عليكم كاملين. دونك ما عرفتش استاذه سكينه يمكن الصوت خلي كيمشي. الصوت كيمشي استاذه ايمان. دائما هي عندها، هي كتسمعنا مزيان استاذ ايمان، حيت دائما في لي فورماسيون هي كتسمعنا مزيان، ولكن ملي كتبغي دير شي تدخل تيكون عندها هذا المشكل هذا. دونك كنظن وصلنا للنهايه. برافو ايمان سو فاسون هي كتسمعنا. برافو الصوت كيمشي ليا. برافو عليك ايمان. برافو عليك ايمان، ميرسي بوكو انك هضرتي. فوالا استاذه فتيحه، نشوفوا الا كاين شي تدخل، الا كاين شي اضافات. بقيلا استاذه ايمان مازال مشات لها لا كونيكسيون، الا مازال شي تدخل. كنظن استاذه سكينه استاذ عبد السلام استاذ حنان اننا خدينا مجمل هذا التكوين، خدينا الارتسامات ديال الاخوات اللي تزوجوا معنا في هذا الحفل ديال التخرج ديال المربيات المجموعه الثامنه. دونك حنا الا كان شي تدخل اي تساؤل اي حاجه رحنا حاولنا نجاوبوا حتى في لي ديسكوسيون، راه حاولنا نجاوب لكم على تدخلكم. دونك ما عرفتش واش نهيو هذا اللقاء ان شاء الله ونعطيهم موعد في لا فورماسيون ان شاء الله اللي بغى يلتحق بينا. ياك استاذ عبد السلام. اكيد استاذه فتيحه. دونك الا كانت كلمه اخيره ندير كل واحد في ليكيب او استاذه حنان. اذا المهم كيبان لي انا الاخوات والاخوان، الاخوات سيغتو الاخوات، دابا مع المولف كندير لي فورماسيون كنقول الاخوان. المهم الاخوات كاملات هنيئا لكم. كما قلتو هذه يلاه البدايه، التكوين كتكون واحد المرحله اولى كتجي من بعد مرحله ديال العطاء، يعني كتبارطاجيو داكشي اللي تعلمتوه، كتحاولوا تديروا البراتيك، وحاولوا كما قالتو السيده حنان انكم دائما تاخذوا المبادره في الكلمه في زعما في كاع لي ديتاي،
الصغار ما تحقروهمش، مثلا اي حاجه بسيطه كيف استاذه حنان تبارك الله عليها خلات استاذه فاطمه صاحب بعدا يدي هذاك لو بتي با الاولاني، وهي كملت استاذه فاطمه وتبارك الله عطات تكلمات. وكذلك اي وحده فيكم سواء في الخدمه سواء في سواء يعني في بحال كشي مبادره سواء في لو جروب اللي نتوما فيه، بارطاجيو واعطيو ونفعوا الناس الاخرين. هذه قاعده، الدنيا كتعطي كي لا كتعطي، ملي كتبدا تاخذ الدنيا كتحبس تعطيك. اذا خاص يكون عندكم هذا مبدا في العطاء ولو بالاستماع. خلي وليدات بقاو تسمعوا ليهم، ما بقاش تحيدوا ليهم حاجه مثلا في يديهم، خليهم يهضروا يعبروا. حيتاش كما قلتوا نتوما كيدوزوا عليكم كيدوزوا معاكم المستقبل كامل بين يديكم. اذا الى وليد صغير كنهز شي حاجه نهضر معاه يعطيها ليا، ما نحيدها ليش في يديه ولا نقول ليه زكا، نولفوهم انهم يعبروا على داك الشيء اللي بغاو. كذلك كتشوفوا النتيجه، يعني وليدات الى ما تعطاتهمش هاد لوبورتونيتي، الى ما كناش كنسمعوا ليهم كيوليو كتولي داك الريزولتا، دونك كتولي داك البارفيتيزم كيبقى يكبر في الشخص، حتى كيولي انه كيقول غير غادي نتدخل وغادي نقول شي حاجه، غادي يكون واحد الجوجمون، يعني غادي الناس غادي تقول لي شي حاجه. حنا دزنا بعقد كثيره جدا طبينا فيهم مع والدينا مع هذا، ربما عطاونا الحب عطاونا بزاف د الحوايج، ولكن كاينين بعض لي ديتاي اللي هما بساط. يعني نتعلموا هذه المسائل هذه بيان سور مع الاستاذه حنان والاساتذه كاملين. وتبارك الله عليكم، ونعطيو الكلمه ربما الاستاذه ربيعه ولا الاخوات. شوفوا الاستاذه ربيعه، شوفوا الاستاذه ربيعه اذا عندها شي كلمه اخيره في هذا اللقاء هذا. السلام عليكم، انا ما سخيش بكم. حتى حنا ما سخيناش بك استاذ ربيعه. سي لا فون شنقول لكم، شكرا جزيلا، ولو نشكركم ونعاودو نشكركم ونعاودو نشكركم، ما غنمسوش لهداك الشيء اللي تعطيونا ولا تعطيونا. شاهدتنا دونك مجروحة فيكم، مي الحمد لله كانت لا ساتيسفاكسيون كاينه، ليفولوسيون كوتي بيرسونيل كومبورتمون اي اكيزيسيون تاع ما الحمد لله خدينا بزاف. شكرا انني تلاقيت مع الاستاذه زينب، كنوجه لها تحيه كبيره، واخا غادي نشوفها غدا وبعد غدا وبعد وبعد، مي شكرا انني تعرفت عليها. شكرا على شيماء، انا تنهضر على المربيات اللي كنت كنشوفهم وكيشوفوني في لاكام. ديكو شكرا لكل الاطر التربويه اللي اثرونا في هذه لا فورماسيون. شكرا لكم بزاف، ونتمنوا ان نتلاقاو في لقاءات اخرى وتجمعنا لقاءات اخرى، ولا كان ما غنطلع لكم في لا فورماسيون الجايه ان شاء الله. دونك شكرا بزاف، وتبارك الله عليكم، الله يسر لكم ومزيد من التالق والتميز ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم، برافو لكم، لانكم تستحقون فعلا الخدمه اللي كديروا، سي اون فورماسيون دو كاليتي ما شاء الله، و فو زيت دي بروفيسيونيل، وحنا يعني تشهدوا لكم بهذا الشيء، ونتمنوا اننا نكونوا نتمنوا اننا نهزوا لو درابو دو انزان اكاديمي ان شاء الله، واللي يحشمنا يا ربي ودعوا معنا بالتوفيق. وميرسي ميرسي 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 في امان الله، تهلاو في راسكم ونسمعوا لكم كل خير ان شاء الله، ونبقاو على اتصال ان شاء الله. شكرا جزيلا، ان شاء الله استاذه ربيعه، شكرا لك بزاف، شكرا. نشوفوا اخر كلمه ديال الاستاذه شيماء، يلا استاذه شيماء. شكرا بزاف ليك استاذه ربيعه، والله العظيم حتى انا ربحت صديقات، زعما ما شاء الله عليكم ما كتبخلوش علينا بالمزيد من العطاء والمعلومات، وكنا احنا مازال ما دخلناش لهذا الميدان، مازال يعني ما تطبقناش، اما بعدا راه كلشي عرفناه تبارك الله من الاكاديميه ديال انزان، راه حنا واجدين خصنا غير نكونوا في القسم وصافي. شكرا لكم بزاف، وكنشكر حتى الاستاذه أمل تيجي فتحت الفرصه باش نتواصل معها مره اخرى، حتى كنشكرها بزاف لان مازال بزاف ديال المعلومات الصراحه، وتكون حتى في شخصيتنا. وشكرا لكم كاملين، كتوجدوا لنا اي حاجه، ما كنبقاو زعما محتاجين حتى حاجه، كلشي كتوفروا لنا. شكرا بزاف، نتمنى ان شاء الله نتلاقاو فرصه مقبله.
الله يسمعك جزاكم خير جزاء ان شاء الله يا ربي امين. كلمه اخيره استاذه حنان. دونك انا غنزيد واحد شي حويجات قلال. الاستاذ عبد السلام قال مثال كان شي حاجه في اليد ديال الطفل ما تحيدوهالوش قولوا يعطيها لكم، هذه من جهه. حاجه ثانيه مطلبوا ولا متسولوا الطفل سناو عليه، ما تعطيوهش سؤال وجواب، شنو سميتك قول خلاص تربي خلاص شنو سميتك. دونك سناو عليه عطيوه فرصه يخمم ويرتاح لكم باش يجاوبكم. انا غنعطيكم واحد الفكره، هاد الفكره انا طبقتها ونصحت بها شي المربيات وعطات نتيجه كبيره. نتوما ان شاء الله تكونوا مربيات ولا اللي ديجا هما مربيات اللي ديجا هما في الاقسام كيقريو. انا كنعرف الاساتذه احتراماتنا ليهم اللي كيخدموا اللي ما كيخدمش بالضمير المهني في الاكاديمي هذاك شغلهم يعني كيخدموا. دونك كيبقى الجانب النفسي باش تكونوا متميزين عملوا واحد خليه الانصات بين المعلم والتلاميذ ديالو. ماشي كيخدم باباك شنو كليتي اليوم شنو درتي، لا شكون كيعصبك شكون اللي كيغددك فين كتكون جاي، عرفتي اليوم تلاقيت واحد السيد عصبني كنعترف لهم شي حويجات وغتاخدي منهم دي شوز اللي غيفاجئوك. هذه انا عملتها شخصيا، كان عندي في واحد ليكول هنا بخيزي السنابل الناس غير مرفهين ديال تطوان فيها الناس غير واحد العالم كبير. دونك كان عندي فيها الكوتشينغ للاطفال كيفاش يجيريو ستريس ديالهم في الامتحانات ديال القسم السادس. القسم السادس ما كيدور له حتى واحد غير الباك هما اللي كيعطيوهم لاطونسيون بزاف في فتره الامتحانات. بديت كنهضر على وليداتي كنعصبهم كندير لهم كنزيرهم على الحفاضه، كلشي بدا كيقول وتشوف انا ماما شنو كتعمل لي وتشوف انا ماما، عرفتي جبرت عندهم عقده ماماهم. بديت كنخرج منهم معلومات وكنوطيهم اللي من بعد تواصلت مع الامهات وحاولت نعمل داك التصالح بالاسره باش داك الطفل ولا في واحد البيئه يعني هو كان عامل فيه واحد المجهود ولكن كان عامل ناجح. علاش؟ ديك الاطفال وصلت لي كود ديالهم اللي ما خلاهمش يعطيو في القرايه، اللي ما تخليهمش الولد كيكون عندك تخيس في القسم، يمكن غير شي واحد غير في الطريق اللي كيكون جاي من المدرسه كيتعدى عليه. حاولوا تعملوا واحد بحال خليه الانفاس في القسم باش تربحوا داك الوليدات اللي عندكم، ماشي غير من ناحيه القرايه، حتى من الجانب النفسي. يعني اسئله تكون لوجيك، ما غنسولوش في الخصوصيات ولكن انا نعرف نخدم كيفاش نلعب بداك الطفل. في مثال ولا كتقول للطفل انا عندي كاميرا معك في الدار شفتك اليوم منيرفي شكون قلقك، هو غيبقى يعاود لك، هو غادي يبقى يقول لك، وغتقدروا تواكبوا حالات اللي غتحيلوها على الاداره ولا على لامامو ولا انتينا غتدخلي مع داك الطفل. هادو نصائح بغيت نقولهم لكم على حسب التجربه ديالي وكانوا بنتائج ممتازه. دونك تبارك الله عليكم كاملين. لالا فاطمه تبارك الله عليك، الأستاذة الثانية اللي هضرات بس نكمل جود الناس ميرسي بوكو، أستاذ عبد السلام مديرنا الصغير حنا كبارين عليه كأستاذ ولا هو كبير علينا؟ اللي بغيت مديرنا الغالي حنان نعطي أستاذ حنان بغيتي نزبد بغيتي أستاذ حنان خطيرة لأن وعدك ما غنجيش بالطالون هذا وعد مني أمام الملأ صافي كون هاني هذاك الموضوع بيني وبينك صافي لا ما غنديروش داك الخطأ في النوبة الثانية إن شاء الله. دونك فريمون غنقول شي كلمة في حق هذا المدير هذا. أنا في الحقيقة نهار اللي تعرفت على هذه الأكاديمية واشتغلت معهم واللي كان اللقاء ديالي مع الأستاذة فتيحة من بعد سكينة من بعد تعرفت على المدير وكان قيل يعني كان جبر بزاف العروض ديال العمل وأكاديميات نقدر نخدم السيمانة كاملة، ولكن أنا كنقول لكم نعود لكم ما كنقدرش نزيد نخدم مع حتى واحد وما نبدلش أكاديمية أنزان، ماشي على الفلوس ولكن على المعاملة. الفلوس كيمشيو لكن العلاقه ديالي معاهم كاداره كيرتحوا المؤطر. علاش حنا كنعطيوكم؟ حيت حنا مرتاحين مع الاداره. الاداره كتقول لك هالاكاديميه ديالك الا حاجه واحده بغيت هاد الناس اللي غيدخلوا يقراو
ياخذوا اللب اللي عندك الله يعطيك الصبر. حنا ما غنتشطروش معاك بحق انت الله يرحم بها الوالدين، عمل مجهودك باش تعطيهم على المصحف فينا، اعطي اللي عندك. دونك ميرسي لاداره انزان، استاذ عبد السلام، استاذه فتيحه خلاص ما كنهضروش بزاف في التليفون، كنهضروا غير شويه شويه. والبونبونه ديالنا والفشوشه ديال المركز الاستاذه سكينه، هذيك ما معاهاش اللعب، هذيك هي هذيك خط احمر هذيك. حنا راه معنا سلاكه الاستاذه سكينه حتى هي صغيره، حق عندها المعقول، ما عندهاش مع البسالات، راه انا راه كنموت بالخوف منها. الاستاذ عبد السلام مفتحه هانيه ياك سكينه ياك سي عبد السلام انت لا قراش لا صافا هيا ولا لا صافا معاك 100% سكينه ما معهاش اللعب. وراه شوف ما كاينش معيط نعتذر لا على الاستاذ، ولكن المعقول شوفي وا المعقول وصاحبتك ما كاينش مال حاجه ما كتخليناش شوف ما كتخليناش نغيبوا على ودكم، ما كاينش داك البسالف، ما كاينش راسي حضرني ما غنقرش، كتقول لك لا انا عندي فوش خصني تكملوا له القرايه ديالو، ديروا المعقول ديالكم اكيد. استاذ حنان هو الالتزام، كنهضروا استاذ حنان حنا كنهضروا حتى المربيات من بين المسائل اللي خصها دير هو الالتزام في الخدمه ديالها. دونك انا الا كنت غادي نقريو اليوم جيت وغدا ما جيتش هذا، دونك راه ما بقيناش ما بقاش واحد نقول واحد الطريقه اللي هي غادي تمشي مزيانه اولا شي حاجه. دونك داكشي اللي كنحرصوا عليه في الاكاديميه واستاذ سكينه هي اللي بكل المسائل هذه. دونك انا غادي سي وي كمل باردون. دونك حنايا الالتزام ديال الوقت راه حنا بحال اللي قلتي لان الناس معانا حتى هما كل واحد كيدير الوقيته ديالو. دونك حتى حنا داك بحال اللي قالت واحد الاخت ان داكشي اللي كنقولوه هو اللي كاين، البرنامج اللي غنعطيو هادشي هو اللي مازال غنوصل له. دونك انا علاش الاكاديميه كنحسبها بحال ديالي وكنخدم على خاطر خاطري وكنكون حريصه. استاذ عبد السلام حنا ما كنزيدوش اكثر من ساعتين، ما كنغشوهمش ساعة ونص، ما كنزيدوش عليها، راه ما كنضيعولكش الظلمه ياكم. لا لي فورماسيون استاذ حنان عمرها ما ديما هي عندها الزائد دائما صدقه. هذيك صدقه جاريه كنقسموها انا واستاذ عبد السلام، هذاك ماشي مشكله، هذيك صدقه جاريه كان لا ماشي مشكل، لا ما عندناش مشكله استاذه، ما عندناش مشكل الحمد لله. حنا لو ما كانتش سكينه كره دونك نتوما غيكونوا عندكم مديرين، غيكونوا عندكم مفتشين، غيكونوا عندكم معلمين ضدكم. كونوا حريصين على الوقت وعلى الجديه وتفكروا سكينه، خليتكم شي مدرسه تفكر ناري تكون شي سكينه كاينه في المدرسه خدموا. دونك سكينه هي الفشوشه هذا المركز، هي الضريفه هذا المركز. استاذه حنان ما بغيتهمش ياخذوا عليا الصوره ديال لا 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 بعدا شوفي استاذه حنان احسن شوفي احسن ابتسامه هي ديال سكينه هيا تعبات يعني تعبات على الصباح فاتحة كذب عليكم وهي ديما كنقولوها شوف أستاذة سكينة أستاذة سكينة والله العظيم اللي هلا يخطيها على المركزية والأستاذة فاتحة أستاذ عبد السلام داير بناس اللي هما واحد المثلث رائع تبارك الله عليكم. وهذا راه كيظهر بهاد الابتسامات، يعني كون كانت شي صحافه كتسجل كره تابعين المركز اليوم ابتسامات، لان ما كنظنش انتم كنتم موجودين هذا الشيء. هذا الاستاذه ربيعه انا اول نوبه غنشوفها، الاستاذه فاطمه يعني حنا ما تقابلنا وجدنا هذا الحصص، هذا الشيء جاي يعني كل واحد تلاقينا بزوم. الابتسامات ديالهم كانت من القلب، واصلا وصلت للقلب ديالنا، والشيء ديالنا حنا من القلب وصل للقلب ديالهم. دونك تبارك الله عليكم. لاله سكينه كنحمق عليك وانت كتعرفي هاد الشيء بنتي الصغيره، خالتي حنان اختك عليا خالتي حنان انا استاذه حنان كتطلع لي المورال فين ما نهضر معاها ما شاء الله على لا موتيفاسيون، وديما كتعطي واحد الانرجي بوزيتيف ما شاء الله عليها غير بابل صافي لاختك عليا استاذه كوتشينغ اكيد. دونك ثقوا في راسكم، مشيو للمرايه انفا فاش تشوفوا المرايه ما تضبباتش، قولوا الاستاذه حنان قالت لنا ما تضببش المرايه، وصلنا لذاك لو نيفو ديال بيان كومنيكي وغتكونوا ان شاء الله متميزات. صبحوا على خير استاذه فتيحه الرائعه، استاذه سكينه الفشوشه ديال المركز، استاذ الغالي عبد السلام الله يعطيكم ما كتمناو والله يسهل لكم الامور، وتلقاو ان شاء الله الخدمه وتلقاو المربيه في كل وحده تنجازه في المجال اللي بغات وما توقفوش. ميرسي بوكو تبارك الله عليكم اكيد استاذ حنان اكيد بارك لك بزاف
ونختموا بأستاذة فتيحة تعطينا آخر كلمة. أنا مهم دائما من الصباح وأنا تنقول لهم أنا فرحانة اليوم، فرحانة اليوم، فرحانة بهذا اللقاء هذا وبهذا الأخوات اللي هذا، إحنا كنقول لهم مبروك لكم هذا التتويج. عندي واحد المقولة كتعجبني بزاف، عاد كنقول لكم جميل أن يضع الإنسان هدفا في حياته، والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحا يساوي طموحك، لذا تستحقين كل عبارات الشكر والتقدير أيتها الرائدة، يا من تنشئ أنفسا وعقولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، برافو، ما شاء الله عليك، برافو، برافو لله. شكرا لكم، أسخناش بكم صراحة، بارك الله عليكم، ونشوفكم في فرص قادمة وفي الحفل إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله عليكم، ونشوفكم على. شكرا لكم بزاف، في أمان الله. الله يعينكم.